صباح اليوم 24 تشرين الأول 2020، برحب فيكم مشاهدينا وإن ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل أنحاء العالم. بحلقة اليوم من صباح اليوم رح تكون معنا الفقرات التالية: برج اليوم مع جمانة وهبي، ترندي مع حسن عياش، وآخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي. اقتصاد اليوم مع كريستال سعادة، هنا مع مس توريزم يونيفرس 2020 سوزانا، ميديا مع سوسي وارتانيولا، نحكي عن جونا فيلم فاستيفال، ضيف اليوم مع مس أرب سميحة إبراهيمي لنعرف أكثر عن مشروع لوليو دا ليبانو، معنا المهندس مريم عيد والشيف فريد شهاب، يومية ثورة مع الشريف سليمان محامي وناشط سياسي، المعلومات المغلوطة عن الاكتئاب الشتوي بمش غلط مع ساندرا فواز، لنعرف أكثر عن الويب ديزاين مع مؤسس ديزاينرز اي دي محمد كلش، من الأرض مع زينة الزغزغي اللي رح تكون معنا مباشرة من بيروت لبيروت مع الفنانة اللبنانية كريستينا صوايا، نسمع أغنية مهما عملوا يا بيروت، وأخيرا آخر أخبار وتحليلات الصحف والحدث مع الزميلة كاترين حنا. صباح الخير. يا رب غيرني للأفضل بحياتي وقراراتي قبل فوات الأوان. يا رب أعطيني السلام الداخلي وصفاء الروح. يا رب أعطيني سلامة العقل والجسد. حقق لي أمنياتي بدون ما أكون عبء أو ضرر لغيري. يا رب أعطيني نعمة الصبر وقويني ضل دايما أتذكر نعمك وأشكرك عليها. بعرف أنه طلباتي منك كتيري وما بتخلص، بس ما إلي غيرك إلجأ له. أعطيني نعمة أعرف أنه أنت عارف شو أنا بدي، وأتذكر دايما أتشكرك لأنه كرمك ما له حدود. ساعدني يا رب كون كريم على قد قدرتي مع خي الإنسان. يا رب أعطيني القوة لأتحمل كل مصاعب ومشقات الحياة وحواجزها، لأني تعبت وتعبت كتير. وحدك أنت قادر تلحم هالجرح. يا رب ما تخلي حاجتي أو راحتي أو سعادتي بإيد حدا. لنعيش هالحياة لازم نتعايش ونتكيف مع مدة وجزرة، مع جنونة وهدوءها، مع حلاها وبشاعتها، مع عدلة وظلمة، مع بياضة وسوادة. بس لكل شيء أكيد في حدود للاحتمال. لتعيش بسلام لازم تعدل مساراتك وخياراتك، وأوقات يمكن لازم نحمو الراس فاضي لأنه زيادة التفكير والهم رح ياخد منا الصحة والعقل. يا رب خلي ضميري وضمير يلي بإيدن مفتاح الحلول والأمان واعي. ما حدا منا قادر يحمل أكتر بعد كل يلي صار بهالسنة اللي مرقت. ساعدني يا رب لأرسم الضحكة على وجهي ووجه غيري، وأخذ الحياة ببساطة وأناعة، وأرضى بنصيبي بس بعد ما أكون حاربت الظلم والفساد وما استسلمت للشر. وخلي الإيجابية بحياتي عنوان عريض تخدني لمطارح أفضل. بعدني يا رب عن الاستغلال وشحادة الحب والاهتمام. بعدني عن الأنانية والحقد والشعور الدايم بالذنب. يا رب تحملنا كتير، ساعدنا بقدرتك نوصل على بر الأمان. يا رب أمين. بهالصلاة هيك يلي اخترتها أنا وجمعتها من هون ومن هون مع جمل سمعتها وجمل قريتها، بتمنى أنه ربنا يسمعنا ونقدر نوصل مطرح ما لازم، يضل الأمل موجود عنا ونقدر نحقق يلي بدنا إياه، ونقدر نرجع على بر الأمان. يمكن لما كنا حاسين ببر الأمان ولكن عنا مشاكل كان أكتر بكتير وأحسن بكتير من اللي نحن عايشينه اليوم بأيامنا الحاضرة. خلينا نبلش نحن وياكم مع برج اليوم وجمانة وهبي. صباح الخير، واليوم 24 أكتوبر وتوقعاتنا لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، ما عم ترضى العودة إلى الوراء بحياتك المهنية، والفلك عم يتحدث عن انطباعات إيجابية بمحيطك المهني، ولربما يحصل تغيير جذري ببعض الاتجاهات الضرورية. وأما عاطفيا فأنت وحدك اللي قادر تحدد مصيرك العاطفي بعلاقتك مع الشريك.
مولود برج الثور يلي عم تتكركب امور كانت ميسره بالسابق على الصعيد المهني، والفلك عم يتحدث عن منافسه او عدائيه بالعمل، بالاضافه لمتابعه بتتعلق باوراق ماليه، واما عاطفيا قد يتبدل مصيرك العاطفي مع الشريك نحو الافضل رغم انزعاجه من تصرفاتك المستفزه معه. مولود برج الجوزاء يلي كمان عم نشوفه بحاجه لاداره شؤونه الماليه بطريقه اكثر، واما مهنيا فالفلك عم يتحدث عن اهتمامات بملفات قديمه، ولربما تفضل الثبات بالعمل على التغيير يلي عم تشعر فيه. وكمان عاطفيا عم نشوف تبدو مشاعرك مستقره بالحب حاليا. مولود برج السرطان يلي كمان عم نشوف الفلك عم يتحدث عن قرار او خيار عاطفي بانتظارك، والوقت مناسب للتصالح او للاستقرار، واما مهنيا لربما تتولى مسؤوليه جديده في محيطك المهني، بالاضافه لاتجاهات ومسارات اضافيه عم تسعى لها. مولود برج الأسد عم نشوف قرار مرتبط بتحسين مقر سكنك، وأما عاطفيا يبدو أنك متأفف من انشغالات الشريك عنك أو مع شخص تاني، وأما مهنيا فتوقع دعم مهني بطريقه نحو التنفيذ بالإضافة لرزقة قريبة. مولود برج العذراء عم نشوف ضغوطات عابرة على الصعيد المهني، ويبدو قرارك بالابتعاد عن مكان العمل محسوم ومرهون للحظة المناسبة، وأما عاطفيا لربما تعيش أجواء صدامية في الحب بالإضافة لرغبة بالسفر ممكن تحققها قريبا. مولود برج الميزان عم نشوف أو عم تشعر بالحاجة لحماية قلبك ومشاعرك في الحب على الصعيد العاطفي، فكأنك عم بتعيش انقلاب عاطفي حاليا، وأما مهنيا فالفلك عم يتحدث عن مرحلة صعبة لكن لن تخلو من أفاق جديدة على الصعيد المهني، ولربما تضطرك لمراقبة مصاريفك المالية وحتحاول تحميها قدر المستطاع. مولود برج العقرب يلي كمان عم نشوف أجواء فلكية عم تتحدث عن تعاون منتظر قادر على تسهيل أعمالك في العمل وتنفيذ المطلوب منك يلي كان متفق عليه بالسابق، وأما عاطفيا فكأنك عم بتعيش مواقف متشنجة وعدم ارتياح في الحب مؤقتا. مولود برج القوس رح تتخطى المرحلة السلبية في العمل قريبا، ورغبتك في تحسين وضعك الاقتصادي نحو الأفضل رح يتحقق، ولكن تكرار المحاولات ضروري جدا. وأما عاطفيا تبدو أمورك تحت السيطرة بعلاقتك مع الشريك رغم التشويش اللي عم بتعيشه حاليا. مولود برج الجدي اللي كمان عم نشوف أجواء الخيبة والأسف عم بتعيشها بداخلك على الصعيد المهني، والمطلوب منك تتخلص من هيدي الأفكار السلبية، وأما عاطفيا تبدو واقعي جدا بعلاقتك مع الشريك وتبدو جاهز لمساندته ببعض المواقف. مولود برج الدلو يلي كمان عم نشوف تبدو أوضاعه المهنية محكومة بالاتصالات الخارجية اللي رح يكون لها تأثير حلو عليك قريبا، وأما عاطفيا ممكن تحصل أمور إيجابية غير متوقعة بعلاقتك مع الشريك ورح تخليك تتخلص من حالة التقلبات المستمرة معه. اخر الابراج معنا مولود برج الحوت يلي كمان كانك عم تتوقع الاحداث قبل بوقت على الصعيد المهني، وتبدو مطمئن للتبدلات والمواقف يلي عم تحصل بمحيطك المهني، واما عاطفيا تبدو الظروف مناسبه لتقديم المبادره اللطيفه مع الشريك، والمصالحه تعتبر اولويه عند المتخاصمين في الحب. هيدي كانت اخبارنا لهيدا النهار، لقونا بكره بتوقعات جديده، تضلكم بالف خير وباي باي. إذن منكمل نحن وياكم صباح اليوم، شكرا لك جمانة حسن عياش وفقرة ترندي، واليوم ترندز آخر ترندز السوشيال ميديا. صباح اليوم لترندي سوا حنستعرض آخر وأبرز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم كليب أغنيتها إلى بيروت الأنثى على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. الأغنية هي من قصيدة إلى بيروت الأنثى مع الاعتذار للشاعر الكبير نزار أباني. كليب أغنية إلى بيروت الأنثى بيحمل رسالة وطنية سامية، حين بتدور أحداثها حول قصة عائلة لبنانية بيتخذ فيها الأخ الأصغر لنانسي قرار الهجرة من لبنان بسبب الأوضاع الصعبة اللي عم بيواجهها البلد. هالكليب تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح ترند وحصل على إشادات من نجوم الفن بعد مرور ساعات قليلة على طرحه.
أبرزهم نيكول سابا اللي غردت وقالت إلى بيروت الأنثى عمل متكامل بكل العناصر. أما ديانا وهبي قالت بنفس الكليب خلتنا نانسي نبتسم وندمع وخلتنا كمان نقول رزق الله على الأيام الحلوة والله يلعن هالأيام اللي وصلنا لها. مدام فاتن اسم عم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا باليومين الماضيين بعد ما انتشر مقطع فيديو قيل انه الموظفة سورية هانت رجل وطردته من مكان حصوله على احد السلع التموينية. وبالفيديو بيظهر رجل عم بيعاتب موظف بحسب التعليقات على فيسبوك. ليش هيك عم تحكي معه؟ لك شو بدي احكي معه؟ شو بدي احكي معه؟ حطه على راسي. هيك شيء؟ لا لا ليك؟ لا لا. وصل الأمر بينهم إلى حد الشجار والصراخ قبل ما توصل مدام فاتن، وقالت للمستهلك بغضب ليه عم تصرخ؟ كيف بتحكي زميلي بهالطريقة؟ نحن اليوم سكرنا وروح اشتكي لمين ما بدك. يا أنسي يا أنسي لو سمحت فينا بالشغل شغل عم نشتغل عنده؟ لازم نحن نحن كمان ما بنشتغل عنده ما بيغلط بحدا ليش مسكر؟ مسكر ايه؟ انتهى الدوام؟ وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة متعاطفين مع هالحادثة معبرين عن غضبهم واستياءهم مما حدث. خبرنا الأخير لليوم بعد ما أثارت عارضة سعودية اسمها إنسام غضب واسع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ما ارتدت ملابس وصفت بالفاضحة خلال تقديمها إعلان لأحد منتجات العطور. وظهرت الشابة السعودية بفستان متشابك من الأعلى بلون أسود بيكشف عن منطقة الصدر والبطن، وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة طغى عليها الغضب والاستنكار بحين طالب البعض بحظر تطبيق سناب شات اللي ظهرت من خلاله واللي بات اليوم مساحة حرة للجميع لنشر أي شيء دون قيود أو رقابة. هولي كانوا أبرز أخبار ترندي لليوم. Keep in touch. شكرا لك حسن. طبعا نحن هلأ عايشين بظل ظروف اقتصادية قاهرة جدا، على أمل نلاقي شوية أمل بالأيام اللي جاية إذا الله بريد. خلينا نروح نشوف باقتصاد اليوم مع كريستال سعادي شو الجديد. مشاكل عديدة ومتتالية عم بمر فيها المواطن اللبناني من سنة لليوم، أبرزها انخفاض مستوى معيشته. فاستنادا للاقتصاد ستيف هانكي، وصل التضخم بلبنان هالسنة لمستوى مرتفع جدا بلغ 442%، والعديد من السلع والخدمات ضاعف سعرها بالوقت اللي سعر صرف الليرة ما زال غير ثابت. فعلى سبيل المثال علبة التون اللي كان سعرها 2500 ليرة من سنة أصبح سعرها 7000 ليرة. علبة المحارم يلي كان سعرها 3000 ليرة صار سعرها 9000. علبة المارتاديلا يلي كان سعرها 2500 ليرة أصبح سعرها 10500 ليرة. كيس الحليب البودرة يلي كان سعره 13000 من سنة صار سعره اليوم 26000 ليرة. علبة صدر الدجاج من 11000 ليرة قبل سنة صار سعرها 30000 ليرة. دواء الغسيل يلي كان ب 19000 صار سعره اليوم 35000 ليرة. وللمزيد من المعلومات عن موضوع التضخم معنا عبر تطبيق زوم الخبير الاقتصادي جهاد الحكيم. دكتور جهاد، نسبة التضخم بأسعار السلع بالسوبر ماركت أقل من نسبة تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، شو السبب وشو هي الحلول للتضخم الكبير يلي وصلنا له؟ هاي كريستال، كيفيك؟ بعض الأسباب أنه في عنا بعض المنتوجات هي مصنوعة بلبنان، من هيك ما شفنا أنه نسب التضخم هي ذاتها قد دهورت سعر صرف الليرة. وحتى لبقية المواد المستوردة عنا ما بدنا ننسى أنه اليوم المعاشات والرواتب بعدها بالليرة اللبنانية، المحروقات يلي بتساعدنا كرمال التنقلات وغيرها كمان بعدها بالليرة اللبنانية، الكهرباء بعدها بالليرة اللبنانية، في عنا بعض المنتوجات والسلع بعدها مدعومة، من هيك ما شفنا أنها تدهورت بذات النسبة يلي تدهورت فيها الليرة. هلا كيف بدنا نكافح التضخم؟ بعتقد انه تاخرنا كثير انه نحبس الكتله النقديه ونعمل كابيتال كنترول كان مفروض على الليره اللبنانيه، مفروض هلا يصير في دوزون بين قد ايه مفروض يصير في كتله نقديه وبذات الوقت ما نعمل انكماش للاقتصاد اللبناني. شكرا جهاد. شكرا. 24 تريليون ليره لبنانيه نقدا موجوده بالسوق حاليا،
رقم هائل بالنسبة لاقتصاد بحجم الاقتصاد اللبناني، وبالأخص إذا تمت مقارنته مع 11.4 تريليون ليرة سيولة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ولهالسبب عم يسعى مصرف لبنان بالفترة الأخيرة إلى استيعاب هالكارثة وسحب الليرة من السوق قبل الاضطرار إلى إعادة طبع المزيد من أجل تغطية النفقات الحكومية. بفقرة هن طبعا دايما اللبنانيات هن بالمراتب الأولى، وين ما راحوا دايما بيضلنا وجنا. طبعا اللبناني كمان بالإجمال دايما رافع راس لبنان بالعالي وين ما راح. لأول مرة من 2012 تقريبا، من وقت ما ابتدت إيفنت ميس توريزم يونيفرس بلبنان من تنظيم ستايل إيفنتس، لأول مرة الرابحة هي لبنانية. ضيفتي بهن سوزانا خالد، ميس توريزم يونيفرس 2020. أنا كتير سعيد إني عم بقلن عن ميس توريزم يونيفرس 2020 ميس لبنان. يعني ضروري نقول بظل هالظروف الراهنة اللي نحن عايشين فيها، كتير حلو هيك يكون في شيء يبلسم مثل ما بقول النشاف اللي عنا إياه من وراء هالإيفنتس يلي عم بصيروا. مشكورين طبعا ستايل إيفنتس يلي قدروا يلونوا أيامنا بهالأيام السوداء اللي احنا عايشينها، بهالإيفنتس الحلوين السياحية من كل أنحاء العالم. المشاركات كانت ضمن ميس يونيفرس توريزم 2020، لأول مرة لبنانية هي بتحصل على اللقب، وكان المشاركات مثل ما ذكرت عدة مشاركات من عدة دول بالعالم. سوزانا ألف مبروك. Thank you. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. يعني حلوة هالمشاركة وحلوة الحفل يصير ضمن هالظروف هذه، مع أنه طبعا صارت ضمن الشروط اللازمة يعني بالتباعد الاجتماعي بعدد معين تواجدها بكازينو لبنان. خبرينا شوي عن الحفل كيف صار وعن التجربة اللي كانت عندك. هلا هي كانت كتير حلوة كتجربة لإلي، روعنا كتير انبسطت فيها، وياريت برجع بتنعاد أو ياريت بعدنا فيها. فكانوا شيء 26 متبادل. رح تنعاد لتسلمي التاج هلا، رح تشاركي. معقولة 26 متبادل كانوا من يعني من 26 دولة مختلفة. نعم. وستايل ايفنت انه عملتها بهيدا الظروف، كورونا واقتصاد وكل شيء، ونجحت فيها. نعم. فثانك يو مستر إلي على هيدا الايفنت اللي عمله، ومش حوقف هون. طبعا مش رح توقفي هون، لانه نحن بنعرف قد ايه السياحه هي عنصر اساسي بالنمو الاقتصادي ان كان بلبنان دول عربيه او بالعالم. قد ايش ممكن تساعد السياحه لحل كثير من الامور المعقده بتكون بالبلدان. انت شو بتشوفي، وين بتشوفي السياحه موقعها بلبنان حاليا، وشو الخطه او هيك اللي رسمتيها براسك ممكن تقدميها ولمين؟ هلا السياحة هو أهم عنصر ببعض الدول. نعم. مش كل الدول، في عندك دول صناعة مش سياحة. نعم. فإن شاء الله عندهم سياحة، بس نحن عنا كتير سياحة. صح، نحن عنا. نعم. كتير سياحة. نعم. ومش بس أنا فيني نشط هالسياحة، إذا حالة ما بتزقف. أي. أنت إذا كنت بمطعم بتصور، يعني أنت هون عم بتساعد بتنشيط السياحة. أنا إذا كنت عم بأي وين ما بروح بتصور، هيدا شيء إنه بنشط السياحة. صحيح. وغير عن هيك في شغلة بعد بدي أحكي عنها، إنه بلبنان في كتير مناطق حلوة. نحن يعني أنا تعرفت عليها جديد، إنه بلا ما نروح نسافر نعطيك نسافر فينا نطلع لهون، في كتير مناطق حلوة لازم نفرجيها للعالم. صحيح. نشوفوا لبنان شو عنده. برافو. مش بس انه عندك الارز، عندك سور، عندك بعلبك، عندك جنوب، عندك مناطق عن جد روعه. انت سوزانا من بيروت. انا من بيروت. من بيروت. طيب شو زايره بلبنان وشو بتنصحي هلا المشاهدين عم يشوفونا بلبنان وبكل انحاء العالم وين يزوروا بلبنان؟ عندك الارز، هيدا روعه. نعم. عندك فريا كتير يطلع العالم بتعرف مشهور لبنان بفريا، وهلا نحن جايين على الشتويه. عندك هذا كله رح ادوي عليه انا. نعم معلو. طيب رح يصير في عندك خطه رح تتواصلي مع حدا بلبنان، بما انك طلعتي ميس يونيفرس توريزم، يعني مش بس بلبنان لازم يكون نشاطك يتوسع اكثر. حاطه قدامك بلان معين، خطه معينه؟ اكيد. نعم اكيد، بس برجع بقول لك انه ايد لوحده ما بتزقف. نعم. اكيد ناوي انه انا اجتمع انا وزير السياحه وفوت واحكي مع المعنيين. نعم.
بس كمان لازم الدولة تواكب هذا الموضوع، لأنه الأساسي هو السياحة بلبنان، تواكب موضوع السياحة بلبنان. صحيح. مش بس إنه أنا. كل عمرنا اقتصادنا أصلاً بيرتكز على السياحة نحن كلبنانيين. مزبوط. وإذا هلا بهيدا الظروف اللي إحنا عم نقطع فيها عندك كورونا واقتصاد. يعني. رح تواجه كثير يعني مطبات يعني، بس انت قد وقدود، نحن قد وقدود يعني ان شاء الله. طب انت من الشباب اللبناني يلي عم بيعاني حاليا، صحيح، بظل هالظروف اللي نحن عايشينها، شو بتقولي للشباب اللبنانيين؟ شو بتقولي لهم هيك؟ نحن حنضل واقفين وصامدين وايد وحده. نعم. ولبنان، لبنان ما بينكسر، اللبناني ما بينكسر. قولك هي نعمه او نقمه انه ما ينكسر لانه تعود على المصايب برايك؟ هيدي نعمه. نعمه؟ نعمة ببلد عم بيصير مثل يعني كابوس، لأنه حلم لبنان، صعب تشوف الحلم كابوس. سوزانا يعني نعمة، بس ما لازم إنه نكون قوية وما ننكسر، بس ما لازم. لكن اللبناني معروف إنه هو قوي وعنيد. نعم. شعب عنيد، نحن اللبنانيين معروفين إنه نحن منضل مصرين لنوصل للي بدنا إياه رغم كل الظروف وكل الصعوبات. لوين بدنا نروح بين؟ سوزانا شو اللي بيضحكك وشو اللي بيبكيك بالحياة؟ بالحياة؟ نعم. لك أنا كتير بحب أضحك. برافو. أحلى شيء عندهم أنا أضحك. شو اللي بيبكيني؟ لا قليل يعني، ما ببكي إلا على شيء غالي علي. طبعا. بيدي الشعر يعني، أهلي أو شيء غير عن هيك لا. أكيد. الله يخلي لك إياهم. شكرا. يا رب. سوزانا خبرينا عن التجربة، قد إيه حلوة إنه تجتمعي بعدة ثقافات، 27 ثقافة مختلفة اجتمعوا من ضمن هالإيفنت مع ستايل إيفنت يلي نظموا هالحدث الرائع يعني. كنتي عم تختلطي فيهم، عملتي صداقات، خبرينا شوي. أكيد عملت صداقات، البنات كلهم بعقدوا والإكيب كله اللي اشتغل بهيدا الإيفنت كان بعقد، لأنه كنا نساعد بعض، ندعم بعض. نعم. ما في غيرة إنه، لا بالعكس كنا كلنا واقفين حد بعض وتعرفت، وكانوا عملت صداقات اكيد، كانوا من الجزائر، اوكرين، مسادونيا، روسيا فيرست رانر اب، روسيا لا كانت وورلد نيكست توب موديل. نعم. هن كانوا تو ايفنتس بواحد. بواحد. اوكي. اوكي اوكي اوكي. الـ يعني تعرفتي على ثقافة جديدة، في اختلاف ولكن في بيضل في امور مشتركة، هي الانسانية يعني. مزبوط. التواصل بين بعض 100%، لانه كلهم بعدهم صغار اصلا، الصبايا اللي كانوا يعني الشباب. نعم. ما نو جيل القديم ولا. نعم. شباب مثلهم يعني، مثلي مثلهم، انا صبايا بعدنا صغار. خايفة على المستقبل؟ ان شاء الله عندي امل. نعم. نأمل، دلك تتأمل. نعم. انه يكون المستقبل احلى. قد ايه التجربه ممكن تعطيك اندفاع وخبره جديده بالحياه برايك، بكل شيء رح تشتغليه مع مين؟ هل قد ايه رح تسهل لك انك تتواصلي مع معنيين ومع قيمين ومع اشخاص ممكن يفتحوا لك افاق بحياتك؟ ليك انا هيدي التجربه كنت شوي متردده فيها. نعم. وهي كانت تحدي لإلي، وانا بحب التحدي. برافو. وانا قاعده معك هلا تحدي. عن جد عم تحديني هلا سوزان؟ لا انا قاعده معك. بس ليك انت كمان مش بس هون يعني، عندك هوايات كثير، ومنها هوايه التمثيل. ولانك ايجابيه وبوزيتيف بتحبي الكوميك كثير يعني. صح. كوميديانز يعني. مزبوط. انت شخص فرح بالحياه و كثير كثير يعني، بخلص بحب، واذا بدي امثل بلش بالتمثيل هو. نعم. بالشي كوميديان، مش انه شيء رومانتيك او شيء دراما. كوميدي والله يعني. الضحكه كثير صعبه يعني، واحد سهل يبكي بس كثير صعب انه يضحك غيره يعني. صحيح. مين بيضحك من النجوم لبنان والعالم العربي؟ فادي العايده. نعم. عند ما بدي انسى حدا يعني، بس ايه. انه كذا حدا. ايه. عادل امام اكيد هيدا الاسطوره. بتحضريهم دائما بتاخذي هيك منهم قصص؟ مصاروي. اوكي. يعني المصاروي قصه بال، في عندهم خفه دم مش عادي. ايه بحضر مصري. نعم. بحضر مصري كثير. دول عربيه مين كان في مشاركات بمستوريزم يونيفرس؟ جزائر. نعم. جزائر. مين بعد؟ مغرب. مغرب. مصر. نعم. هو تقريبا اللي كانوا عرب، وباقي كانوا من مختلف انحاء العالم. الصبايا بعضهم موجودين بلبنان؟ بعد في صبيتين.
صبيتين بقوي غادروا وصاروا البقوي سفلوا بعد في صبيتين. اذا بدنا نحكي شوي هيك ونوصف شوي الحدث اللي صار بالكازينو لضل محافظين على التباعد الاجتماعي وعلى الاجواء يلي حتى ما حدا يتعرض للخطر، كيف كان الحفل بحضور مين؟ ليك صراحه ما كان في كثير ابدا، يعني كان بينعدوا على الاسابع اللي كانوا موجودين. نعم. كرمال الوضع الكورونا. نعم. واللي كانوا مستر إلي ومدامته والسبونسرز الموجودين والبروديوسر، بس هو هن اللي كانوا، ما كان في كتير اللي كانوا لتصور الحفل، وهو ان شاء الله قريبا بنشوفه على شاشه التلفزيون كمان كيف صار. هو كان اثنين ايفنت بل ايفنت واحد، مثل كانوا مسابقتين بمسابقه واحده. نعم. طيب هلا شو بتقولي للعالم اللي عم بيسمعوك بالسياحة بلبنان هيك لتشديهم أكتر على لبنان؟ شو بتقولي لهم؟ طلع بالكاميرا قولي لهم تعوا على لبنان، شوفوا لبنان وين روحوا، نحن بألف خير ورح نضل بألف خير. خلص أنت نعم. لبنان بعد بيعرفوا مثل ما هو من نعم. من 30 سنة نفس الشيء بعد مثل ما هو. نعم. نسمع ومنشيل ومنحط بس ومنحبه، فتعوا ما تخافوا من شيء وخلينا نرجع السياحة، لأنه إذا ما ننطر الظروف لحتى تزبط خلينا نحن نشجع السياحة لتزبط. بس رح تزبط سوزانا، رح تزبط أكيد. سوزانا ألف مبروك لك. سوزانا خالد من بيروت، أول لبنانية بتحصل على لقب مس توريزم يونيفرس 2020 من بعد عدة سنوات، وطبعا من أول ما ابتدت من 2007-2008 بتصور بلش سايد ايفنت، و2012 بلشت مستوريزم اي جاس هيك هذه المعلومه. بقى الف مبروك لك سوزانا، وان شاء الله بنشوفك بالمشاريع يلي بدك تحققيها ولا رح تطرحيها على المعلمين. ثانك يو سو ماتش، ميرسي لك. ثانك يو. لكن مشاهدين احنا وياكم مكملين صباح اليوم، ما تروحوا لمطرح، خليكم معنا بريك ورجعين. إذن ضيفتي اليوم كمان مع الجمال، ومنضل مكملين هيك شوية فسحة أمل مثل ما بيقولوا بين كل هالظروف الصعبة يلي عم نمرق فيها. ضيفتي من المغرب مس أرب 2020 سميحة إبراهيمي، يلي زارت لبنان بلهفة كثير كبيرة، ومن لهفتها ومحبتها قدرت تحصل على هاللقب بجدارة. ومنذكر انه كمان هالإيفنت هو من تنظيم ستايل إيفنت وبالتعاون مع بيروت جولدن أوردز. بدي اقول الف مبروك لسميحة إبراهيمي. ثانك يو جوزيف. بونجور. بونجورين. بونجورين بتقولوا بونجورين كمان بالمغرب؟ بونجورين. انتوا فرانكوفون كمان هون؟ بيان سور. بس بتقولوا بونجورين؟ بس تعلمتها هنيك. تعلمتيها هون. طيب خبريهم للمشاهدين كيف فتي أول ما وصلت على مطار بيروت، شو كنت عم تعمل؟ أول ما فتت على مطار بيروت قعدت هيك بصرخ مبسوطة، لأنه أوف كورس هلا الكورنتين، فصرنا زمان ما سافرنا، فأول ما دخلت على المطار كانت عندي فرحة مش طبيعية، فصرت أصرخ وأضحك بروحي في المطار، يعني شي واحدة مجنونة هيك، فكانت يعني تجربة حلوة إنه السفر، صرنا زمان ما سافرنا، فكتير انبسطت، يعني كان إحساس غير. كانت أول زيارة لك للبنان؟ لا كانت ثالث مرة، بس هاي أول مرة بطول فيها، يعني بقعد شهر تقريبا هلا. نعم. قبل كنت بجي بس جددتي، كنت قلتي لي بعد بكتب جمعة بجددتي. اي المفروض 23 بس جددت لآخر الشهر. نعم. اي وكيف قبل كنت بجي مثلا يومين. نعم. ثلاث أيام وبروح، بس هاي أول مرة بقعد فيها يعني مدة. وين رحتي بلبنان؟ رحنا على زيتونة باي. نعم. رحنا في التلفريك، رحنا على بعلبك. أه. طلعنا على الجبل. ايه كثير رحتي مناطق.
سياحيه كثير، مع انه كمان صديقتك هي مس توريزم يونيفرس، مفروض انه دورك سياحيا على كل. صراحه صديقتي ما قصرت صراحه. نعم. قد ايه عملتي صداقات بهذا الايفنت سميحه؟ كثير صراحه مع كلهم. نعم. سويت صداقات مع كل البنات تقريبا. اذا بدنا نحكي على يعني هيك ايفنت بظل هيك الظروف، قد ايه بتلاقيه فرحه حلوه ضمن كل هالظلمه والعتمه اللي نحن عايشينها بكل دول العالم يعني مع كورونا حاليا؟ هو في الاول كانت الفكره صعبه شوي. نعم. انه في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها انه انا اسافر واجي واسوي الايفنت، بس الحمد لله يعني ستايل ايفنت ار فيري بروفيشنال. نعم. كل شيء كان سيف وانا كثير انبسطت بهالتجربه. اول شيء غيرت جو، ثاني شيء تعرفت على كثير ناس وسويت كثير صداقات من كذا دول، فهي التجربه كثير حلوه بالنسبه لي. اول مره بتشاركي بحفل من هالنوع؟ اي اول مره بتشاركي. انت عاده بتعرضي ازياء، شو بتعملي بالحياه؟ شو بتشتغلي؟ انا موديل. نعم. وعندي my own company of publicity and advertising. نعم. I have my own brand of lashes. And now I'm studying interior design. Interior؟ عم تدرسيها هلا؟ هلا خليت الدراسة وجيت شوي للجمال. كيف الديكور ماشي حال؟ بدك تظبطي لنا شيء ولا يعني شوي بس بعدين بقول. هيك هيك. لا 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 عم جوك. طب أنا رح. لا. سميحة أول شيء بدي لك ألف مبروك لأنه حصلتي على مس أرب، كم مشاركة كان في بمس أرب؟ من كل دول العالم كانوا؟ يعني تقريبا 26 مشاركة. نعم. من كل دول العالم. اي تقريبا. اكثر شيء كنت قريبه من اي دوله؟ حسيتي السقفات تشبه بعضها، شخصياتكم تشبه بعضها؟ هلا انا تقريبا يعني شخصيتي اجتماعيه مع الكل، احب. نعم. اتعرف على كل البنات وكل الثقافات، فكانت علاقتي مع الكل يعني طيبه، واحب اتعرف انا عليهم واتكلم معاهم واعرف عاداتهم وتقاليدهم. فاقرب شيء كان لي هي الأرمينيا. مس أرمينيا. إيه. عرفت عليها مس أرمينيا، بتوجه لها تحية. ماريا. ما إيه. نعم. بقى كنتوا قراب لبعض كثير. إنه حتى لهلا ضل معي للحين في الغرفة. ما إجت معك اليوم مس أرمينيا؟ ما وعيت. بس هي عم تحضرك؟ أكيد أكيد. أنت مغربية ومقيمة بدولة البحرين. إيه. مقيمة يعني جيتي من البحرين، ولكن قد إيه لك ما زرتي المغرب؟ صار لي شي سنة تقريبا. شو بتقولي لهم للمغرب وللشعب المغربي اللي بوجه له تحياتي طبعا؟ بحبكم كثير واشتقت للمغرب وخساره انه هالوضع هلا ما قدرت اجي، بس ان شاء الله جايه قريب وبس. شو بتقولي كمان لكل السياح بالعالم وين يزوروا بالمغرب؟ شو يزوروا بالمغرب عندكم؟ في كتير مطارح حلوة يعني. في كتير. نعم. احنا السياحة عندنا في السياحة اللي هي الجبلية. نعم. في السياحة المدن العريقة اللي عندنا، في سياحة دينية، في كذا أنواع من السياحة، فالمغرب بيتوفر على كل هالأنواع من السياحة. نعم. فعندنا كتير مناطق يعني مثلا مراكش فيها اللي هي السياحة المدينة، بعدين فيك تطلع على الجبل في نفس الوقت في نفس المدينة. في أكادير، في طنجة، في إفران. إفران اللي هي بنقول عليها سويسرا تبع المغرب. نعم. فكل أنا بنصحهم يزوروا المغرب كله صراحة، لأنه كل مدينة بتتميز بطابع مميز لإلها، كل مدينة عندها طابع مميز لإلها. يعني شوي مثل لبنان، يعني الجبل قريب من المدينة مثل عندنا هون يعني. لا هو مو شوي قريب. نعم. في مسافة يعني. نعم. ساعة ساعتين مرات ثلاث ساعات بس. نعم. إيه. بتعرفي تعملي أكل مغربي؟ طبعا. مثل؟ أنا طباخة شاطرة، بسوي كل الأكلات يعني. بسوي طاجين. طاجين. كسكس، بسطيلة، حريرة. طاجين شو؟ سمك يعني؟ سمك، دجاج، كل شيء يعني. طب أعطينا الوصف إذا طباخة شاطرة. سهل. سهلة؟ هلا؟ يعني. إيه. أوكي. بسوي بصل. نعم. وكزبرة وثوم بنحطه، ومع زيت بنحطهم. نعم. شوية في على النار. وبنحط التوابل. نعم. والدجاج بنخليهم شويه هيك على النار يتحمسوا، بعدين بنحط الخضار ومي.
ومي بس الطبخة وتوم شوي ذاتس ات ايزي قصديه اكيد مش قلت لنا اياها مثل بلا لا والله هي نفسها يعني اعطيتك البيز تبع الطبخه نعم كمس ارب طبعا وبظل هالظروف اللي انت موجوده فيها يعني مفكره بشيء مشاريع مفكره بخطه معينه يعني مفكره تحكي مع حدا تتواصلي مع حدا لاي شيء يعني مع الشباب مع الاطفال مع كبار السن مع المغرب مع لبنان مع اي بلد يعني تتواصلي معه لخطة مستقبلية لتكوني تركتي بصمة يعني بعد ما تخلص سنتك أكيد هلا إحنا طرحنا كذا خطط وكذا مشاريع على الجهات المعنية نعم وإن شاء الله يعني بننتظر بنشتغل على الموضوع لأنه أنا توني مخلصة على الكومبيتيشن فإن شاء الله في الفيوتشر أكيد بيكون في بلانز نعم. وخطط يعني كنت متوقع الربح والتاج؟ لا طبعا ما كنت متوقعته كثير انبسطت باللقب وان شاء الله اقدر اكون تحت يعني قد المسؤوليه نعم انا بدي اقول لكل اللي عم يسمعونا لانه فاتت بهالطريقه على مطار بيروت فاتت عم بتصرخ وتعيط للبنان وتقول قد هي بتحبه قد هي مبسوطه انه موجوده على ارض لبنان مع برغم كل هالظروف اللي احنا عايشينها هلا كانوا مخوفينك انه بدك تروحي على لبنان لا اوعى تروحي على لبنان هيك مثل ما خبرتيني من يومين صح ايوه از انه جيت شفتي توتالي ديفرنت يعني انه الحياه عاديه طبيعيه ولكن في ظروف لبناني بس بيشعر فيها ما هيك؟ صح نعم لانه يعني انت جاي معك فريش ماني من برا ولا لا؟ اللي جاي من برا بصح اي هاف فريش ماني يعني شو بقولوا مصائب وقوم عند قوم فوائد يعني بتصير يعني اكيد السائح بده يجي يلاقي قديش ان شاء الله بترجع الليره لقيمتها طبعا وكل شيء بيرجع احسن ما كان قبل مثل ما نحن متوقعين شو بتقولي لللبنانيين ولا العرب بالإجمال للبحرينية للمغاربة لكل العالم يلي عم يسمعوك إنه مع الكورونا ومع الأزمات الاقتصادية اللي مرق فيها الدول العربية ومع الحروب يلي مرقنا فيها إن شاء الله ما بقى منمرق أبدا تعطيهم أمل؟ أكيد بعطيهم أمل وبقول لهم إنه هذه فترة وبتعدي وإن شاء الله إحنا قدها وقدود ورح ترجع حياتنا كيف ما كانت قبل نعم. أكيد بس هي منا هادية هيك مثل ما هلأ شايفينها هي هايبر أكثر ما هيك هذه أول مرة أطلع في انترفيو فشوية شوية مرتبكة يعني أول مرة بتطلع انترفيو برافو لا أنا بحط لك علامة 18 على 20 Thank you so much سميحة ونحن كمان نوجه تحياتنا لكل أهلنا بالمغرب اللي عم يشوفونا لانه نحن بنعرف قديش فيه هالمحبه وهالتواصل أكيد. ونحن بنعرف قد كمان المطبخ المغربي طيبا بحكي مع الاكل قديش السياحه بالمغرب حلو وقد كمان الشعب المغربي قريب من القلب دائما ثانك يو سو ماتش يلا ان شاء الله كمان بنشوفك ونحكي نحن وياك ليتر اون عن المشاريع اللي راح تطرحيها وتتنفذ وتبلشي فيها انا بعرف قد انت شخص اكتيف والف مبروك عن اول وجهه ثانك يو سو ماتش جوزيف ثانك يو سو ماتش ثانك يو سميحه ثانك يو لكل المشاهدين طبعا من بعد ما التقينا سوزانا مس توريزم يونيفرس 2020 وسميحه مس ارب 2020 هيك قدرنا نطفي البسمه لوجوهكم بعد ما كنا عايشين ظل ظروف كثير صعبه بس دائما في فسحه امل لازم نطلع من خلالها نشوف هالنقطه البيضاء يلي موجوده دائما لنقدر نستمر ونكمل مثل ما قالت انه اللبناني والعربي دائما ما بينكسر بيرجع بيوقف عن اول وجديد خلينا نحن وياكم نروح شو بدكم بريك ولا وين نلتقي نروح لبريك وبعدها بنعود للمتابعة يا نبيل افتح الباب ليكي وسط اخواتي هلا بحكيك اول امشي من البيت اوكي يلا يلا طولوا بالكم جاي جاي الشعرات الحلوين يا هلا بالعرسان كيفك اختي كيفك العروس جمالك تقلها التبولة ما قصى شي بتجنن ايه يلا لكن قعدوا على الطاولة اه يا عشاق بيروت القدامى هل وجدتم بعد بيروت البديلة اه يا عشاق بيروت
إذا عودي معكم للمتابعة، ما مثل ما تعودنا دائما كل يوم سبت بلتقي مع الزميلة سوسي وارتانيوم من دبي، نفتح أنا وياها موضوع وبنضلنا ضمن فسحات الأمل يلي إن شاء الله الوطن العربي عم بهيكي يستعد لأنه يتخطى كل هالأزمات، وبمصر وبظل كل هالظروف كان في جونا فيلم فاستيفال أو يس، شو كان مين كان المشاركين، شو كان الأجواء، كانت امبارح عشية وكيف عاشت مصر هالتجربة. ميديا مع سوسي وارتانيوم. صرتي معنا سوسي، مرحبا مرحبا مرحبا. ملكات الجمال ضيعوك يا جوزيف. جبت القهوة والله بعد الجمال مكفى معي هلا بميديا كمان ست سوسي. حضرت قهوتك؟ لا ما شبت بعد، غطسنا بالنوم فركضنا بسرعه. بتقدري تحكي من دون ما تكوني شربانه قهوه؟ ما في مشكله. عادي عادي طبعا حياتي بتكفي. على فكره انا بدي ابدا اعجابي بالبيس يلي بصوتك وبالهدوء يلي بصوتك، يعني كان بس تبعتي لي مساج على الواتساب لنحكي عن الموضوع اللي بدنا نحكي فيه او على الهواء. بقى انا بدي اقول لك حتى انت واعيه من النوم بتجنني. سوسي طبعا نحن بحاجه مثل ما بقول هيك الواحد لينفس شوي، وامبارح مصر ام الدنيا وبالجونه كان في جونا فيلم فيستيفال، كيف كان هالاحتفال؟ انا ما شفت وما قدرت اتابع لانه كان امبارح عشيه، اكيد انت تابعتي وكنت متواجده على السوشيال ميديا، خبرينا. صح، جونا فيلم فيستيفال جوزيف بلش امبارح، بيمتد لمده اسبوع. نعم. هي الدوره الرابعه، يعني هذه رابع سنه بيعملوه بالجونا بمنطقه الجونا بمصر، رغم كل الظروف طبعا الظروف الكورونا اللي عم نمر فيها، قدروا انه يتخطوا كل هالقصص طبعا ضمن التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه اللي اخذوها مصر. ومصر مثل ما حكينا جوزيف بكذا حلقه انه عايشين حياة طبيعية صراحة، يعني ما كتير، حتى وقت كنا نحكي عن المسلسلات كان وقتها بعز الكورونا صوروا، فما بعرف يعني يمكن عم بيعتمدوا لشيء اسمه هو مناعة القطيع ظاهر. لا. هيك بمصر، فقرروا أنه السنة يرجعوا يعملوا جونا فيلم فيستيفال. طبعا في حضور لافت، واللافت دايما جوزيف أنا دايما بستغربه أنه قديش مهرجان القاهرة السينمائي كان يعتبر من أهم مهرجان بمصر تحديدا وعربيا أكيد. الجونا رغم أنه له أربع سنين بس بنشوف في دائما حشد كتير كبير من الفنانين من الصف الأول وغيرهم ومغنيين طبعا بيشاركوا بمهرجان الجونة لأسباب كتير، ما بعرف شو هي الأسباب الحقيقية، بس يمكن هو ما بيقولوا اللي عمل يعني اللي المسؤولين عن مهرجان الجونة اللي نجيب سويرس وغيرهم يمكن عندهم علاقات كتير مهمة مع الفنانين كرمال هيك بحبوا يحضروا، ومنطقة الجونة إلا خاصية هيك مميز بمصر، الطقس حلو ويعتبروا انه الناس بيروحوا بيعملوا سياحه باثناء وجود هالمهرجان، وبلس انه كثير بيشجعوا الشباب من صناع الدراما والسينما. كان في حضور كثير لافت طبعا، بس في قسم كثير كبير ما اجوا ما شاركوا لانه بعده عم بيصوروا لرمضان، وشفنا كثير على السوشيال ميديا عم بيقولوا انه ما رحنا على مهرجان الجونة لانه في عنا عم بيخوضوا يعني عم بيصوروا مسلسلات وافلام. من الحضور طبعا المصري كان في احمد المصري تقريبا. نعم. اغلبيتهم موجودين من احمد السقا لإلهام شاهين. نعم. احمد السقا وزوجته إلهام شاهين وغيرهم غيرهم كثير كتار يعني، كان طبعا في مثلا كان غياب لافت لاحمد حلمي ما كان موجود، بالعاده بيكون موجود مع منى زكي، كان في كندا علوش. نعم. يعني في مجموعة كتير كبيرة، وطبعا من لبنان شاركت ستيفاني صليبة من لبنان، وكان نيكولا معوض كمان، وأحيا الحفل بحفلة الافتتاح طبعا امبارح كان هو الافتتاح نجم رامي عياش. نعم. طب أنا اللي بدي أقوله سوسي، يعني عم تقولي اللي عم يعتمدوا الأوتو إميون أو مناعة القطيع، ولكن أنه أكيد في انتباه للموضوع، يعني في مينيموم يعني الواحد لا يقدر، لانه احنا ما بنعرف باي قوه ممكن يجي، ولا ما في توعيه على الموضوع هيدا هن يعني إذا غريب صراحة جدا غريب جوزيف، مش مفهوم الموضوع بمصر شو عم بيصير. نعم. صدقا يعني ما بدنا نحكي عن مهرجان الجونة لأنه طبعا الحشد كان كتير كبير، هلأ في نوع من التباعد إنه كانوا حاطين كرسي إيه كرسي لا، مثل ما نشوف هون نجيب سويرس هو المسؤول. نعم. فتشوف شوف العالم ما في تباعد يعني. نعم. عادي
فمصر غريب ما بعرف شو ومثل ما بنشوف هلا ما كان في ارقام وقت ايام عز الكورونا مثل ما بيقولوا ما كان في ارقام كثير عاليه، ما بعرف اذا هن كانوا ما عم بيعلنوا عنا ما حبوا يسكروا البلد. نعم. مش معروف صراحة، يعني العالم عايش بتشوف الحفلات بتشوف الأعراس الأفراح أهم أعراس السنة الصيفية الكبيرة صارت بمصر. لا عمرو دياب كل يومين وثلاثة عم بيحيي عرس. نعم. بمصر. أنا إذا بدي أحكي عن المشاركات اللي بتصير بمهرجان الجونة، يعني هل المشاركة هي فقط للأفلام القصيرة الطويلة للدراما؟ مين بيكون ضمن سباق الجونة فيلم فاستيفال؟ هلا بالعاده اول شيء بيكون في تكريمات. نعم. بيكرموا تقريبا بحفل الافتتاح وبالختام بيكرموا عده اشخاص. السنه عم بيكرموا خالد الصاوي. نعم. النجم المصري، فكل مره وبيختاروا تقريبا يعني دائما جهات عربيه كمان للتكريم مش بس مصريه، فهذا بالنسبه للتكريمات. وطبعا في فئه الافلام القصيره والافلام الطويله والوثائقيه، فبتتنوع. وطبعا لجنه الحكم دائما بتكون من كرمال هيك بنقول مهرجان الجونه بيتميز جوزيف انه دائما بيدعموا الممثلين الموجودين، مثل كان عندنا السنه الماضيه يسرى، السنه كان عندنا كندا علوش ضمن لجنه التحكيم للافلام الطويله، فبتختلف حسب الفيلم. يعني في تقريبا ثلاثه او اربع فئات. نعم. طيب اي مهرجانات فقدناه لها بهالسنه سنه 2020 مع كل المصايب يلي جبت لنا اياها مع الله ياخذها وما ترجع تنعاد هالسنه يعني؟ شو صراحة عربيا إذا بدنا نحكي. نعم. عربيا جوزيف للأسف يعني له تقريبا مثل ما قلنا من أربع سنين لهلا مهرجان الجونة هو الأهم. نعم. يعني مهرجان القاهرة السينمائي ما كان عم بياخد أبدا يعني منه بطل مهم مثل ما هو الجونة هلا حاليا. نعم. عنا كان ينعمل مهرجان دبي ومهرجان أبو ظبي السينمائي، بس هني أصلا توقفوا، صاروا قرروا أن يعملوا كل دورتين، يعملوا دورة واحدة يعني كل سنتين قبل أزمة الكورونا. نعم. موضوع ما له دخل بكورونا. لبنان ما في، لبنان في مهرجانات صغيره يعني على النطاق اللي هو ميوركس دور اللي هو تكريمات اكثر ومش انه عرض افلام ولجنه التحكيم، وبياف يعني هول تقريبا اكثر مهرجان. فصراحه عربيا حاليا مهرجان الجونة هو الاهم، ممكن كرمال هيك قرروا انه يستمروا فيه ويبقى يعني. نعم. السنه كمان ينعقد شهدنا العجقه باليوم الاول امبارح كان افتتاح مهرجان الجونة 2020، بس هو مستمر لأسبوع لقدام. عندك فكرة شو البرنامج؟ هل بتضل نفس الحضور يوميا أو كل يوم في موضوع معين، في عرض لأفلام، في تكريم كل يوم لشخصيات عربية ولا فقط مصرية؟ إيه. نعم. لا مثل ما قلت، لا هلا ما عندي طبعا جدول المهرجان تحديدا كيف. نعم. بس اللي بعرفه بشكل عام جوزيف انه بيمتد على سبعة ايام، بهالسبعة ايام بتنعرض الافلام، وطبعا في لجنة التحكيم اللي مسؤولة عن كل فئة من فئات اللي حكينا عنهم بالاول. سبعة ايام طبعا مش نفس الاشخاص، بتعرف في فنانين ما بيقدروا يقعدوا سبعة، ممثلين ما بيقدروا يقعدوا سبعة ايام، فبصير في ناس تجي على الافتتاح، ناس بتحضر المؤتمرات الصحفية اللي بتصير او ورشات العمل اللي تنعمل بأي مهرجان. مثلا ممكن يعملوا ورش عمل مع المخرجين. نعم. الكتاب يعني حسب كل حدا بالفئة المختص فيها. وبالحفل الختام ممكن يجي ناس تانين. واللي الحلو بمهرجان الجونة انه في كتير حفلات، يعني بيضلوا العالم بيعتبروها او اللي مشاركين والفنانين بيعتبروها اجازة بالنسبة لهم، لانه بيروحوا. نعم. لمدة اسبوع بيسهروا بيتقابلوا مع بعض، يعني الفنانين بيكون لهم زمان مش شايفين بعض، فبيكون يعني اسبوع حافل. نعم. تكريمات عادة بتصير بالافتتاح. نعم. جوزيف مش اليوم. برأيك هل الدراما المصرية بعدها بالفترة الذهبية ولا في منافسة؟ تعرف رأيي بالموضوع. نعم. دائما أنا وياك بنحكي بهالموضوع. نعم. دائما. نعم. من دائما نعمل مقارنات لما نحكي عن الدراما اللبنانية والسورية والمصرية. نعم. نرجع منكرر أكيد جوزيف الدراما المصرية بعدها بالصدارة لعدة أسباب، مثل ما قلنا هو كمية الإنتاج مخيفة بالمسلسلات والأفلام المصرية، يعني هي بتشكل جزء من الدخل القومي عندهم صناعة الدراما غير. نعم. بسوريا كان في حقبة طبعا كان نقول بال
قبل الأحداث كمان كنت ألحق بالذهبية مثل ما بسموها بالدراما السورية. كمان الأحداث اللي صارت بسوريا أدى إلى تراجع بالإنتاج الدرامي السوري. أما بلبنان نحن مثل ما بنقول عنا مثل ما دائما بنحكي عنا كفاءات، عنا ممثلين جيدين، عنا مخرجين، بس كمية الإنتاج ضعيفة جدا. وطبعا هذا كله وارد للدولة اللي هي ما بتدعم وبتعتبرها من آخر الصناعات المهمة اللي ممكن هي تتطلع فيها. واحدة من هالكتير هن اسم الله ما عم بيتطلعوا بشيء، بس انه صناعة الدراما طبعا كمان هو جزء انه الدولة مش مهتمة فيه. كرمال هيك للأسف فينا نقول انه الدراما اللبنانية الخليجية طبعا يعني كمان قبل الدراما اللبنانية. ستيفاني صليبا ونيكولا طبعا كانوا موجودين، نيكولا معوض بوجه لهم تحية، موجودين كانوا بمهرجان الجونة. قديش كمان بعد دخول الدراما المصرية أو السينما المصرية هي انطلاقة كتير واسعة وكبيرة مثل ما كنا نشهدها قبل مع كتير من الفنانين بلبنان، ومنهم الراحل الباقي دائما الصبوحة يلي طبعا فاتت من باب واسع من مصر. هاي الحقيقة جوزيف، هاي الحقيقة، يعني ما في واحد يتجاهلها وما في يعطي أعذار ويقول لا. لما بدك تفوت الشهرة بدك نحن دائما بنقول بالإعلام بدك تشتهر بدك تجي على على لبنان إعلاميا تشتهر بلبنان. مصر كتير مهم، يعني مصر ما فينا ننكر قديش أهمية كان الفنان المغني أو الممثل. بوابة مصر هي جدا مهمة لجماهيريته ولا ليتعرف على الأشخاص المعنيين بصناعة الفن أو الدراما. فطبعا وجودهم يعني، وأنا بعرف من كتير ممثلين كتير بهمهم أن يشاركوا بأعمال مصرية حتى لو جزء بسيط، يعني حتى لو دور ثانوي كتير بهمهم أن يشاركوا بالدراما المصرية. طبعا أنا هم بوجه تحية لنيكولا ولا ستيفاني. ونيكولا يلي شفناه بكذا عمل كمان من إنتاج مصري وقدر كمان يحقق أرقام حلوة. ألف مبروك لنيكولا. شغلة تاني بدي وجه تحية للنجمة الراحلة رجاء الجداوي يلي غادرتنا السنة كمان بتصور بإصابتها بكورونا، يعني يمكن صار معها تداعيات مع أنه كانت قبل بصحة كويسة وكانت بعدها متألقة. قديش أنا تعرفت عليها شخصيا وقدرنا يكون في صداقة بعدة أعداد، محبوبة جدا رجاء الجداوي جدا، وهي من الأشخاص يلي بيعلموا اللياقة وطريقة التعامل. وهي كانت هيك بالفعل، كانت تحكي عدة لغات هالقد تقدر تتواصل مع الشعوب يلي بتزورها. تحية لروح النجمة الراحلة رجاء الجداوي يلي رح نفقد لها بكثير من الأعمال المصرية بالأيام الجاية وبرمضانات يلي جاي، لأنه مش من زمان كان عندها عمل طبعا كمان كنا عم نشوفه على الشاشات العربية. صحيح؟ مظبوط. يعني برأيك سوسي مين من النجوم العرب والمصريين القدامى تغيبوا ولازم يكونوا مكرمين، إن كان مهرجان جونة أو غير مهرجانات، أو لازم يكونوا موجودين بالدراما والسينما المصرية؟ جوزيف، الدراما المصرية مثل ما بيقولوا دايما حاضرة بالتكريمات. يعني إذا منشوف المهرجانات ما بيقصروا أبدا مثل ما بيقول منقولها نحن باللبناني. الدراما المصرية دايما كان مهرجان القاهرة السينمائي والمهرجان الجونة دايما في تكريمات للكبار. يعني طبعا ما بدي أذكر الأسامي، كل الكبار حتى الراحلين اللي مش من زمان، حسن حسني تكرم قبل ما يموت وقال إنه بيشكر ربه أنه تكرم قبل ما يموت. مصر ما بتقصر من هالناحية، مصر قد ما عندها قيمة للفن وللدراما دايما بيكرموا. يعني أكيد رجاء الجداوي أكيد عم بتحضر لتكريم يليق فيها. بارح كانوا كمان ودايما بيعملوا بأول المهرجانات مثل كليبات صغيرة يحكوا عن قدامة الزمن الجميل. وطبعا بيحكوا عن الكل. بارح حكيوا شوي ما كتير انتبهت شو عم بيقولوا، بعتقد نوع من التكريم كان لعمر الشريف. طبعا عمر الشريف أكيد تكرم كتير يعني بمصر، بس دايما حاضرين التكريمات وبمصر حاضرة دايما. نعم طبعا، يعني ما بيقصروا مثل ما أنت ذكرتي، وإن شاء الله الأيام الجاية بتحمل معها تكريمات على حياة الفنانين. أهم من أنهم بعد رحيلهم يشوفوا قديش العالم مقدرتهم وقديش الأشخاص يلي جايين من بعضهم بهذا المجال مقدرين أعمالهم الفنية الراقية والرائعة. بنذكر أنه مهرجان جونة ابتدى مبارح وكانت الافتتاحية، ومستمر طبعا إلى ما بعد أسبوع من اليوم ليكفي مشواره مع النجوم المصريين والعرب والدراما
المصرية والعربية بتواجدهم، مثل ما شفنا في تواجد عربي شامل صح مظبوط داخل المهرجان. رح نحضر انا وياك موضوع جديد سوسي للاسبوع اللي جاي. ايه كنا بدنا نحكي شوي عن كليب نانسي عجرم. إيه طبعا يعني هيك. هو تصدر اليوم الارقام على السوشيال ميديا. نعم ومرقناه. نعم ما بعرف اذا بعد عنا وقت نحكي شوي عن تفضلي اكيد اذا ما في وقت أكيد. اوكي نعم. نحكي عن كليب نانسي اللي يعني شو بده يحكي الواحد. نعم. جوزيف تاثرنا كثير كثير يعني صحيح. انا عن جد حسينا هذا شو بيقولوا قضية وطنية، هيدي قصة كل بيت لبناني، ما في لا. بيت لبناني مش مغرب. تأثرنا بكينا يعني كل ما أحضر الكليب ببكي الكلمات طبعا كلمات الشاعر نزار قباني، بس العمل عمل متكامل لا. جوزيف لا. من صورة من تمثيل من كلمات لما الأم شو بيقولوا تعابير الأم كيف عم تحكي مع ابنها اللي بده يسافر، بعطيك الزعتر بعطيك الكشك، هيدا شو بيقولوا من صميم الواقع اللبناني المؤلم. صحيح. شو بدنا نحكي يعني ضيفتك كانت عم تقول قبلها انه لما اجت على بيروت على مطار بيروت كانت عم تصرخ ومبسوطه. صحيح. نحن للاسف عم بيخلونا نحن وفلين من المطار اكيد بغصه بس ما في حل ثاني غير عم بيهجرونا والعالم برا حابين يجوا على لبنان. فبدنا نقول لنانسي عجرم مبروك على هذا العمل لانه كمان اجى بوقت انه ما حكيت عن طبعا اكيد ما حكيت عن دمار بيروت وما حكيت عن القصص اللي نحن خلص صرنا بيقولوا بننام ونقوم عليها، فتطرقت لقضيه ولموضوع فعلا بمس كل حدا. وشو بدنا نقول يعني على امل جوزيف انه يجي يوم يصير هذا الموضوع صحيح مجرد ذكرى انه نحن مهجرين ومغربين. يا رب يا رب بعودة كل المغتربين وبعودة ثقة اللبنانيين المغتربين للبنان ليرجعوا يقدروا يدعموا لبنان بظل هالظروف الاقتصادية يلي عطوا ثقتهم كلها للمصارف وللمشاريع في لبنان وطبعا أكلون وسرقون. أنا بدي أقول مش غريب كمان على النجمة نانسي عجرم بهالعمل الرائع والراقي يلي أدته وتصدر الأرقام الأولى والقياسية والمراتب الأولى ورح تضلي كمان بالمراتب الأولى يا نانسي ونضلك مستمرة يا رب. Thank you لألك سوسي بنشوفك السبت الجاي. Thank you جوزيف. Thank you. Thank you لألك. الله رب. Thank you. حنكمل لنعرف أكثر وضيوفي بالستوديو المهندسة مريم عيد وشاف فريد شهاب. بدي أقول كتير شغلة مهمة إنه لبنان غير سياحيا طبعا بالزراعة في عنده موارد كتير قوية إذا عرفنا كيف نمشيها كيف نحط خطط لقدام معها لنقدر نستفيد منها اقتصاديا وصحيا. رح نحكي عن زيت الزيتون وزراعة الزيتون والمشاريع اللي قامت فيها وزارة الزراعة بالتعاون مع عدة جهات وهو لوليو دل ليبانو 3. لونت خيطان الشمس حبة الزيتون الخضرة بكل عناية انقطفت موسمنا جمعنا صارت أكبر غلتنا صوب المعصرة كملنا هونيك حبة وحبة غربلنا وبالعصر بلشنا حبيت مليانة خير عصير زيتون عطيتنا طعم الزيتون تزوقنا وأجود زيت زيتون اخترنا اختار الأفضل واستهلك أكتر. طبعاً منعرف كتير منيح المنافع الصحية وطبعاً القيمة الغذائية الكبيرة عن زيت الزيتون ومشكورين وزارة الزراعة بالتعاون مع جهات إيطالية مثل ما معرفت كمان وجهود مجموعة من اللبنانيين والتليين لالوليو دل ليبانو 3. أهلا وسهلا فيك ست مريم عيد حضرتك مقبل وزارة الزراعة في لبنان. صحيح. نعم. مرسي لاستقبالكم شكرا لحضرتك جوزيف. أهلا وسهلا. أنا رئيس مصلحة الصناعات الزراعية بوزارة الزراعة. نعم. ونقطة الاتصال بهذا المشروع أوليو 3 يعني كان في أوليو 2 أوليو 1. نعم. هو برنامج تعاون بين الحكومة الإيطالية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الزراعة لأنه البلدين بيشتغلوا بزراعة الزيتون لأنه اثنيناتهم على حوض البحر الأبيض المتوسط. نعم. واثنيناتهم بهمهم الزيتون والقيمة. نعم.
تنمية مش بس غذائية وصحية واجتماعية وثقافية وتراثية، يعني زيت الزيتون في له كتير قيم، خاصة لأنه هو المصدر تبعه هو لبنان ومنطقتنا. أصلا في فرحة بتكون بقطاف الزيتون ولم الزيتون وفرط الزيتون، يعني هذه مثل ما قلت القيمة الاجتماعية موجودة، يعني بتجمع العيلة بفترة تشارين بلبنان وقت يفرطوا. الحمد لله نحن بنحيي نانسي وبنحكي عم نحكي بموضوع بيجمع مقابل المواضيع اللي عم بتفرق كثير بهالايام. سيد مريم، شو هو هيدا المشروع؟ يعني اذا فينا نشرحه، هل هو تشجيع لزراعه الزيتون؟ هل زرعتوا احراج زيتون او جنينات زيتون، او هي توعيه اكثر من تنفيذ؟ انطلاقا من القيمه اللي بنعتبرها لقطاع زيت الزيتون والزيتون بشكل عام بلبنان وتأثيراته الاقتصادية، وفي شريحة كبيرة من اللبنانية يعني بيعيشوا من وراء هيدا الموضوع، يعني تقريبا 110,000 مزارع في عندهم كل واحد زيتون. وهلأ نحن اللي بيقول مثلا زيت الزيتون غالي بنقول له زرع زيتونتين بعد سنتين بصيروا يعطوك زيتون. فوزارة الزراعة من زمان حاولت أنه تدعم هذا القطاع بمختلف الأطر، كانوا تحسين الجودة ولا تأمين التصريف الإنتاج ولا تحسين أنه يعني النوعية لتحسنها. أكيد بدك تروح على الممارسات الزراعية، بترجع على ممارسات التصنيع، يعني تناولت كل 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 جزء من هذا المشروع. أوليو 1 صلت عشي، أوليو 2 لو وصلنا لهلا، أوليو 3 صار أكثر عم بيركز على التصريف. يعني باعتبار أنه خلصنا المراحل الأولى، هلأ على التصريف، وبشكل خاص عم نحاول نزيد استهلاك اللبناني من زيت الزيتون مشان ما يضل على طول بس التصدير هو العائق قدامنا. فإذا نحن زدنا استهلاكنا شوي من زيت الزيتون كتير بيزيد تصريف زيت الزيتون اللبناني. عم يمرق شوية صور قدامنا، إذا شايفتين هلأ هون، هلا بنحكي عن الفوائد وهلا كيف نقدر نفحص مع شيف فريد كيف نقدر جوده زيت الزيتون. يعني هي في تيستينج بصير بيعرف الواحد اذا زيت زيتون منيح ولا مش منيح. مزبوط يعني اكيد. وعندك كذا، اذا بدك عندك كذا شغله بتخليك تعرف اذا زيت منيح ولا لا. يعني اول شيء بنبلش دائما يكون عندنا كبايه تكون لون غامق. ليه؟ لانه ما بدنا انه نتاثر اذا بدك كشكل، يعني نشوف لون الزيت ونتاثر بعدين نقول لا يمكن دلع زياده ويمكن بيطلع مر زياده. اللون ما له علاقه، اللون له علاقه شو بيكون نوع الزيتون قبل. يعني هلا اللون له علاقه اذا بدك، لانه في كم مكونه بزيت الزيتون بس ما كثير له علاقه اذا بدك بالطعمه بالتيستينج. يعني مثلا عندك الكلوروفيل، نسبه الكلوروفيل بتعين قد الزيت بده يكون اخضر ولا صافي. صحيح. بس كرمال هيك انه احسن دائما يكون عندنا يعني اول معلومه ما نطلع على اللون لنعرف اذا في جوده او ما في جوده. مزبوط، هيدي لازم نعرفها اكيد. أوكي. لانه ما بدنا هيك انه دغري اذا بدك بلا ما نحس نكون عم نتاثر بالتيستينج. اوكي، رح احط شويه زيت زيتون هلا. اوكي، بنحط شيء معلقتين تقريبا. اوكي. هلا في عندنا كذا شغله لازم نعرفها قبل ما نبلش التيستينج. انه اول شيء دائما في روايح لازم تفوت تتبلش هيك تحضرنا للتيستينج. للتذوق يعني. فقبل كل شيء لازم نطلع هالروايح من زيت زيتون. كيف نعمل هيدا الشيء؟ بنحطه بين ايدينا ونبلش هيك نفرك شوي الكبايه لتحمى، كرمال تحمى شوي. بس تحمى تبلش طلع لنا هالروايح. نشم اول شيء. وقت زيت زيتون يكون طيب بنحس روايح هيك تجي شوي على اعشاب مثلا، فيها تجي كمان شوي على فواكه. بس لازم نحس اول شيء بهالريحه الطيبه. لازم نحس بقلب زيت الزيتون بتجي ريحه على فواكه. في مرات تجي ريحه على فواكه حمراء شوي، يعني مثل باريز، مثل الفراز، مثل تجي. بس هي اكثر شيء بنحس بالاعشاب. بالاعشاب. اوكي، هيدا اول شغله. اوكي، بس نكون حضرنا الفم. بدنا شو؟ بدنا نبلش نشرب هالزيت. اوكي، بس بنخليه هيك يحتل كل التم، يعني بنخليه يفوت لجوا. بس الزيت يفوت لجوا، هلا رح فرجي اكيد تكنيكلي كيف بدها تصير. بس الزيت يفوت بدنا نرجع ندخل اكسجين. الاكسجين بيجي بيوعي لنا كل هالسنسز اللي عندنا اياهم بالتم، الاحساس بالتذوق والشم. الاحساس يعني بالتذوق اول شيء ببلش بالشم. الشم بيوعي لنا كل الجسم، بيجي بعدين بس نتذوقه نرجع بنحس بهالاطعمه يلي المفروض نحس فيها. اخر شيء بنبلعه. بس تنبلعه اذا زيت زيتون طيب لازم يكون في هلا اول شيء قبل ما نبلع لازم نحس اول شيء انه شوي مر. الزيت لازم نحس كمان بهالفواكه اللي كنت عم بحكي فيها. في حال الزيتون كان عم بيميل صوب الاسود، في حال كان عم بيميل صوب الاخضر بنحس اكثر بالمروره.
بس تيفوت صوب الزلعوم صوب الحنجره نبلش نحس بمثل حراره، لازم نحس انه هيك عم نحترق شوي. نعم هيدا دليل مثل ما بيقولوا يعني هي مثل شعطه، هي شعطه صغيره مش انا عم نولع. طيب بدنا نعجل فيها شوي بس لنحكي عن الفوايد بعد. نعم نعم عم بحس هلا بهالقطعه اللي كنت بحكي عنها، مرقتها بالتم، مرقته على الزلعين من هون على الزلعين، حسيت بالحد. يعني اذا كان اخضر بيكون حد، اذا كان اسود بده يكون اسلس شوي، اسلس شوي. هيك بنعرف انه اذا شمينا ريحه الاعشاب، الروائح الفواكه مثل ذكرتها مثل بلو بيري وهالقصص الفريز، يعني هيدا من الزيت الطبيعي 100%. اذا ما كان طبيعي شو بيكون؟ ممكن يكون مضروب بشو يعني؟ يعني بحط اول مضرورة زيت نباتي، عندك كذا تكون الممارسات اللي مستخدمه مأثرة على نوعيه هيدا الزيت. ممارسات مقصد هي كيفيه ممارسات الزراعيه اول شيء بالزراعه، يعني كيف اذا في امراض ما في امراض، معالج مش معالج، بعدين كيف قطفناه، ما فينا نلم عن الارض ونحط نخلط مع الزيتون الطبيعي، ما فينا نضرب ضرب للزيتون تيهر لانه بتجرحه بيعمل اوكسيداسيون، بيفرطوه ملش ولا في ملشات اوتومات، يعني يا آلية توصل لاعلى الشجره، توصل لاعلى الشجره. هلا عم بيقطفوا بالطريقه الاليه، في مكنه بتفوت وبتقطف وفي بتعمل هيك وبتصير تلقط الحبه مثل ما هي، يعني اذا جرحته بيخسر من اذا جرحته مع الهواء بيعمل اوكسيداسيون وبصير في تزنخ وبصير في طعمات منا منيح. يعني اللي حكي عنه الشيف في طعمات منا منيحه وفي طعمات ايجابيه، لانه الزيتون محل ما هو مزروع بيلقط من المحيط اللي حواليه، مشان هيك بياخذ مرات أردي شوكة بندورة. بس قبل كل شيء في طعمة الزيتون. طب كيف عم بتمرقوا هلأ المسجز؟ لوين عم توصلوا؟ مع مين عم تجتمعوا؟ في مؤتمر معين؟ في جلسات معينة عم بتصير ضمن هالمشروع؟ من أول واحد لليوم أكيد صار كتير. فهلأ بهيدي المرحلة نحنا كنا عم نتوجه لفئات من الناس، يعني للولاد الصغار، مش هناك البروشور اللي شفتوه هو قصة صحيح. للولاد الصغار لنقول لهم عصير الزيتون هو مثل عصير الليمون. نعم. قد ما بتحبوا عصير الليمون لأنه طازج وبينعصر بدون أي شيء، فيكم تحبوا عصير الزيتون. نعم. نخلي الأولاد يتعلقوا أكثر وأكثر بزيت الزيتون. عم نتوجه مثلا للأهل على الفوائد الصحية لزيت الزيتون من تكوينه، هو فوائده منيحة للقلب، فوائده منيحة للشريين، منيحة يعني صحيح للقلب. صحيح هيدي النتيجة، ولكن نحن كمان ما وهي هيدي منا يعني فكرة أنه نحن بس نسوي أخبار، لا. نتيجة المكونات اللي فيه هي مكونات فعلا إذا رجعنا للدراسات وللعلوم هي تنعكس وبتجي بتركيبات الأدوية اللي بيعالجوا فيها هيدي الأمراض. كرمال هيك الزيتون، زيت الزيتون هو مفيد لهيدي الامور هيدي. فبنتوجه للاهل تزيدوا اكثر، يعني مرحله ست البيت ورجال البيت بهالايام. كمان عم نتوجه كنا للناس، كنا كافيه تحضير بروشور للسواح اللي بيجوا على لبنان تنقول له، او حتى اللبناني اللي ما معود يشتري زيت زيتون، كيف تشتري زيت الزيتون؟ على شو تطلع؟ مثلا انا ما فيي اشتري تنكي حطها بالبيت، عم بحكي تنكي لانه احنا بعدنا معودين نشتري تنكي، هي صارت تجي بالقلم بلاستيك. مع العلم بلاستيك كمان منه منيح، مع العلم لازم نحط بستانلس حتى بالبيت عندنا او ازاز. ازاز بس الازاز بدنا نعتمه مشان ما يجي عليه لا هواء ولا ضوء. بس كمان الكميه بتلعب دور، كل ما نقص بالمرتبين وتعرض لهواء اكثر كمان بنعرضه لاكسيداسيون وبصير ينتزع بطريقه اسرع كمان زيت الزيتون. فمن هذه الناحيه حتى الوزاره وزعت خزانات ستانلس على تعاونيات زيت الزيتون تنعودهم يحفظوا زيتهم بالستانلس. يعني الف مبروك الموسم السنه لكل المزارعين اللي عم يسمعونا، وبعرف انه هلا بالجنوب بالشمال بشوف بمناطق المتن اللي عندهم زيتون هلا بلشوا بالموسم. مشكورين وزارة الزراعة، مشكورين كل الجهات المهتمة بهالمشروع. هاي وجبتنا الرائع طبعا، بس كتير مهم نهتم بهالعنصر الأساسي. شيف فريد شكرا، بسطت فيك طبعا معنا. ميرسي وانا كمان ميرسي جوزيف، ميرسي لك شكرا لك بكل التوفيق بهالمشروع اللي عم تعملوه عقبال لوليو 4 إن الله راد إن شاء الله. يومية ثورة طبعا، الشريف سليمان المحامي والناشط السياسي، نحكي أكثر عن المؤتمر اللي رح بيصير بتصور بكرة، رح بيصير بأوتيل لورويال مع عدد من المشاريع والتوصيات والمنصات يلي رح نحكي من خلالها على كل شيء ممكن عم نتعرض له، ممكن اللي له حلول بطريقة معينة. بنحكي أكثر مع الشريف سليمان، خليكم معنا. ثورة
ثورة 17 تشرين الإبداعية هزت أركان النظام الطائفي، فضحت الفاسدين، عرت السياسيين، فرضت مفهوم الدولة المدنية على طاولة النقاش السياسي. معا قادرون، معا نستطيع استرجاع الوطن. المؤتمر الوطني للإنقاذ 25/10/2020 فندق لرويال دبي 9 صباحا. إذن ناشط شريف سليمان ناشط والمحامي ناشط سياسي، مؤتمر وطني للإنقاذ، فضاء حواري تشاركي بين القوة الثورية الناشطة ب 17/20 والقوة المجتمعية كنقابات المهن الحرة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والطالبية والقطاعات المتضررة. المحاور يعني رح نحكي عنها وبرنامج المؤتمر كيف رح يوصل، شو التوصيات، هل في متابعة رح بتكون ما بعد التوصيات، وهل هناك كمان أعلان لنتائج معينة على أمل أنه نوصل لهيدي النتائج. أهلا وسهلا فيك شريف سليمان. طبعا مش أول مرة بنلتقي سوا. المؤتمر مهم ولازم دائما يصير، بس دائما نحن بنشهد مؤتمرات بالبلد كان على صعيد اقتصادي أو كان على صعيد طبي إلى آخره، آخر شيء الأغلب منهم ما بدي عمم بنحط توصيات، وهالتوصيات بنضلنا نبلها ونشرب ميتها. هلا هون ثورة، في مؤتمر، في عدة محاور، عدة منصات، رح يكون في مشاركة من كل النقابات تقريبا اللي بتهم البلد. كيف موزعينها وبأي طريقة ومين المشاركين لنحكي بعدين بالتفاصيل يعني إذا بدك تبلش؟ عمليا على أثر انتفاضة 17 تشرين، هذه الانتفاضة هزت أركان النظام وصارت هي حديث الساعة وأثرت على كل العمل السياسي بالبلد. ثم دخلت مسائل اختلافية بوجهات النظر بين مكونات الثورة بحكم التنوع والتعددية. ودخلت مشاكل مزروعة من قوى السلطة لتفتيت هذه الثورة. كيف تتعامل مع هذه الاختلافات؟ بالحوار. فكرة هذا المؤتمر الوطني للإنقاذ هي هذا التعريف الدقيق يلي أعطيته، هو لقاء وحوار تفاعلي تشاركي بين القوى المجتمعية. مين الشعب اللبناني اليوم؟ عمال وفلاحين ومهندسين وأطباء ومحامين وطلاب وأساتذة وفنانين وإعلاميين. هذه مكونات المجتمع، هذه القطاعات عندها مشاكل، عندها مطالب، عندها حاجات، وهي متضررة من هذه الأزمة اللي مرتبطة على امتداد كل الوقت بسلطة الفساد. وفي قوى ثورية ناشطة لتحقيق هذا التغيير وحتفرضه. بوجود هذه الاختلافات يأتي هذا المؤتمر لبناء فضاء حواري نتناقش فيه كل المسائل المطروحة، ولا سيما منها نقاط الاختلاف اللي بيناتنا. يخرج عن هذا المؤتمر نقاط تنافر، نقاط غير متفق عليها، نضع لها آلية للحوار والمتابعة، ويخرج حكما عن مطلق حوار نقاط طلاقي. هذه النقاط الطلاقي بين القوى الثورية وبين القوى المجتمعية تشكل مسودة وبداية أطروحة 17 تشرينية تخرج البلد من هذا الانقسام والانشطار العمودي بين مكوناته، لا نبدأ بتراكم على أساسها لتحقيق المطالب يلي طلبت فيها. التحقيق هو بصير كيف؟ هل تذكرين أنه ضمن من خلال حكومة مدنية؟ نعم. يعني بس العنوان الأساسي للمؤتمر اليوم شو أزمة هذا البلد؟ أزمة هذا البلد أنه من ما بعد الحرب الأهلية وضع دستور 80% منه أو الأساس لهذا الدستور هو الدولة المدنية، ولكن بحكم أنه نحن خارجين من حرب أهلية كان في مراعاة للطوائف، والدستور حدد أنه ضمن مهلة معينة ننتقل من الحالة الطائفية أو من مراعاة الطائفية خلال سنتين حسب الدستور لنوصل، لنقدر نوصل مضبوط لدولة مدنية كاملة. شو عملت سلطة الفساد؟ أخذت هذا الدستور وحولته من دستور مدني يراعي حقوق الطوائف طبعا لوجود الحرب إلى ممارسة مذهبية جهوية تقسيمية للشعب اللبناني ومارسوه 30 سنة اللي هي هون مثل ما قلنا الوصايط والزبائنية تبع المذاهب، وبتصير الدولة مش الدولة هي اللي بتحمي المواطن، مش المواطن عنده شعور بالمواطنية، عنده انتماء للمذهب اللي بيحقق له مصالحه أو حاجاته أو مطالبه أو إلى آخره. نعم. لنطلع من هذه الحالة اللي عمرها 30 سنة أنت بحاجة إلى الدولة المدنية. العنوان الأساسي لمؤتمرنا هو الوصول إلى الدولة المدنية، دولة العدالة الاجتماعية، دولة المساواة بين المواطنين على أساس مواطنيتهم وليس على أساس طوائفهم ومذاهبهم وهذه الحالة الزبائنية. كيف الوصول إلى هذه الدولة المدنية؟ عبر
الضغط الثوري لفرض حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية. اليوم البلد منهار، وبالتالي أنت على أبواب انتخابات بعد سنة ونص، بدك حكومة انتقالية تهدي تنقل البلد من الوضع الانهياري اللي هو فيه إلى وضع يعني تمسك الأزمة وتعمل قانون انتخابي جديد لانبثاق السلطة مثل ما بيقول الدستور من الشعب. طب أنا شريف بدي أطرح شغلي، طب هل الخبرة موجودة عند أشخاص يقدروا يقوموا بحكومة انتقالية مثل حضرتكم عم تذكروا لحقوقهم الاستثنائية أو ممارسات استثنائية مثل حضرتكم عم تذكروا؟ ما بدك خبرة بالموضوع، هل ممكن لأشخاص فايتين بخدم السياسي من قبل ولكن عندهم يمكن صفحة نظيفة بعد أنه يكونوا متواجدين، يكونوا يعطوا يقدموا شيء للبلد، يقدروا يفيدوا البلد ويقدموا يعني كمان احنا ما بدنا نقطع الأمل، لأنه حضرتك عم تذكروا أنه كتير منيح أوكي قادرين نوصل له عن قريب، ولا الشعب بده ينطر بعد 20-30 سنة وما بعرف قد ايه كمان ليقدر يوصل لهالشيء اللي انت عم تذكره؟ يعني هل ممكن من الاشخاص الموجودين يكون في تطعيم واتفاق؟ لبنان لا ينقص ابدا الكفاءات، واللبنانيين محلقين في كل الفضاءات العلمية. بس احنا بنعرف انه الكفاءات شيء والعلاقات بين الدول شيء اخر. هيدا يعني نحن ما عم نحكي عن علاقات، عم نحكي عن الكفاءات والخبرة لتحقيق مصالح الشعب لممارسة سياسية سليمة. السياسي فن لخدمة الشعوب والسلطة تنبسط من الشعب. في لبنان السياسي فن لنهب مال الناس، لسرقة الودائع ولاستمرار السيطرة على مقدرات هذا البلد. نحن بدنا أن تنبسط السلطة من الشعب بشكل حقيقي وتمثيل حقيقي. بتقولي كيف بدك تتعامل مع الدول وعلاقات الدول وهذه الأسماء الغير ممثلة؟ اليوم الشعب اللبناني مش معني بشو بده الأمريكي وشو بده الفرنسي وشو بده الإيراني وشو بده السعودي. معني أن نقرأ، أنا أقول مش معني بس هو معني يتأثر، يفهم النقاش أو الصراع الجيوسياسي في المنطقة وكل هذه التبدلات. كل الناشطين يقرؤون في السياسة بشكل سليم. نفهم صراع الدول، ولكن كيف نتعامل مع صراع الدول على ما يحصل في المنطقة، نفط وغاز ومعابر مائية وإلى آخره. قوى السلطة تتعامل بولاءاتها للخارج وتبدي مصلحة الخارج على البلد. ناشطي 17 تشرين يفهمون الخارج شو بده، ولكن يعملون من منظار مصلحة البلد. مصلحة لبنان هي الأساس، ومقاربة كل النقاش السياسي يكون من المصلحة الوطنية العليا. طب هذا الموضوع مطروح ضمن المؤتمر؟ المؤتمر هو فضاء حواري. شو يعني فضاء حواري؟ هذه القوى تجتمع فتتحاور في 5 محاور: سياسي، اقتصادي، مالي نقدي، قانوني تشريعي، وتنظيمي حراكي. تنقسم كل القوى الثورية المشاركة في هذا المؤتمر على هذه المحاور فتتحاور. لوين بيوصلوا؟ هي مسألة مرهونة بالشعب. السلطة تفرض خياراتها، الشعب يتحاور ويستخرج مشتركات مع بعض البعض. نتحاور، نستخرج مشتركاتنا، بيطلع عنا توصيات، نضغط في تحقيق هذه التوصيات ونراكم على أساسها. كيف رح تضغطوا؟ ضغط نحن إعلامياً؟ في إعلاميا، في نشاط بالشارع. هلا نحن اليوم في علينا مسؤولية أنه الحراك بالشارع كان عم بيكون مفرق بموضوعات كلها مهمة بس مش متكاملة أو مش متراكمة. برأيك الثورة بعدها موجودة؟ الحراك بعده موجود؟ الكلمة الوحدة والإيد الوحدة اللي نوجد 17-20 ماضي بعدها موجودة؟ هذا 17-20 أشهر سؤال وأكثر سؤال متداول هلا، أنه بعد في ثورة 17-20. ثورة 17-20 مش ترند أو موضة بتخلص. الثورة مرتبطة بالأزمة، بس الأزمة تخلص، أنا بقول لك الثورة تخلص. اليوم خلصت الأزمة؟ اليوم لا في ودائع ولا في أمل ولا في اقتصاد ولا في صحة ولا في تربية ولا في عام دراسة، ما في شيء. هذه المنظومة أفلست، ما قدرت تقدم شيء. كل ما يملكونه أنه تعوا نتوافق لحتى نطبق المبادرة الفرنسية، على وعسى يعملوا لنا مؤتمر يجيبوا لنا 5-6-10 مليار دولار. ما بيشيلوا البلد، العشرة مليار دولار ما بيشيلوا البلد. أنا بدك بحصة تسند خابية. صح، بس البحصة اللي بتسند الخابية مين؟ هاي البحصة منجيبها عبر نفس الصارقين، عبر نفس الفاسدين، ولا هذه البحصة منحطها بيد وطنيين نضاف بدهم مصلحة البلد؟ الثورة مستمرة، الثورة مش بنت صار. لأن أنتم ما بتتأملوا بالحكومة اللي ممكن تتألف هلأ مثلا مع مين؟ نفس الرئيس المكلف الشيخ سعد الحريري. ليش هذا الرئيس المكلف سعد الحريري مش هو وكل شركائه في السلطة؟ كل هذه المنظومة كانوا بال 2005 و9 و13 و12 وحكومة وطنية إلى حكومة جديدة، أصحاب اختصاصيين، أصحاب عالم عندها خبرات. طبعا الموضوع هو كان عم بيجاوب الثوار،
ليش بدنا يعني ليش ما بنطلع اذا كان الشخص عم بيعطينا الامل وعم بيحط ايده بايدنا؟ نعم. المسيح وغفر اخر وقوده قبل الحكومه السابقه اللي عملها كان نعم. 900,000 وظيفه وكان ما بعرف شو كلهم وعدوا نعم. بالكهرباء 24 على 24، كلهم وعدوا بانه بالاقتصاد، كلهم وعدوا. هذه الورقه الاصلاحيه ما قبلوا الثوار يناقشوها معه مثلا مؤخرا مع الثوره اكذوبه. نعم. الورقه الاصلاحيه اللي تقدمت قبل ما تستقيل الحكومه ب 17 تشرين فيها بيع لكل مقدرات البلد وخصخصة مشوهة وفيها مشاكل ليوم المشاكل، ورغم ذلك كانت إذا بتفوت بتفاصيلها لو ما استقالت الحكومة ما فيها تطبقها، هني مختلفين عليها، كانوا عم يعملوا وهم. نعم. وهم. طب لمين بدنا نعطي الثقة؟ لما أنا أجت المساعدات الخارجية من دول العالم وانعطت لأفراد. نعم. وكانت بمطارح معينة، ما بدي عمم، مش محط ثقة. اللي استلم بين إيديه كمان في كتير منهم أخذ لجيبته، حتى من الشعب اللي استلم المساعدات او اذا بدنا نحكي من بعض الجمعيات اللي صار اسمائها ما بعرف مش سامعين فيها قبل. هناك خلط ان هذا الحراك هو حراك مدني شعبي الى اخره، وبين ان جي اوز بتفتح وبتضوي وبتختفي وتستثمر والى اخره. منظوم يا اخي، هودي مش سياسيين، هودي اشخاص. ما انا كيف بدي اجيب حدا على هالحكومه اللي حضرتك عم تحكيها انه حكومه استثنائيه انتقاليه عندها صلاحيات استثنائية لا تقدر تنقل البلد؟ طب أنا مين بدي أعطي السلام؟ لن أستعرض أسماء. هناك ناشطين وطنيين حقيقيين ضووا على الأزمة، خبروا الناس، خبروا الشعب اللبناني قبل بسنوات أنه دولاركم رايح لهون، وأنه البلد عم ينهار، وأنه النظام الاقتصادي والسياسي رايح لهون. ما حسمي لحتى ما أكون عم سمي حدا وأستثني حدا. ضووا على كل هذه الأزمة. الأزمة مش أنه طلعت فجأة، الأزمة مبينة وضاوية، والاقتصاديين والسياسيين حكوا عنها وهو موجودين، والشعب اللبناني بيعرفهم. في كتير كفئات ووجوه ثورية ناشطة قادرة على إنقاذ البلد. نعم. وقادرة على قيادة المركب بالاتجاه السليم. ليش ما بيصير في حديث مع هالأشخاص اللي حضرتك عم تذكرون يكونوا به هالخلطة الجديدة اللي هلأ عم تتكون حتى نسرع الموضوع مع السلطة؟ يا خي ليش لا؟ لأن السلطة في عندها جهة. أنا عم بطرح، أنا عم أقول لك أنت من قبل الثوار. نعم. نعم. ليش ما بصير فيه هيدا القرب، هيدا التقارب؟ أنتوا كل واحد موجود، خي راقب شوف شو مين من أحزاب السلطة ما نزل ضرب الثوار بالساحات من 17 تشرين لليوم؟ شو بدي بالضرب هلا وين ما كان بصير. ما هذا سلوكهم. مع مين بك تتحاور؟ بك تتحاور مع شخص بالممارسة كاذب. نعم. بالممارسة سارق، بالممارسة راكم أموال على حساب الشعب، بالممارسة لما اللي نزلت الثورة تكتلوا لإسقاطها وتكتلوا مع مين بك تتحاور؟ نعم. يعني تتحاور لتقول شو؟ بك تتحاور مع شخص قال لك الكهرباء 24 على 24، قلنا من 92 لليوم الكهرباء 24 على 40 مليار دولار. يعني بدنا نعجل، ما بقى فينا ننطر، وصلنا اختنقنا. استاذ جوزيف، هذا الطرح انه نعجل عم ينطلب من الثوره. نعم. الثوره هي تراكم وهي جهد بده. نعم. وقت. هذا لازم ينطلب من السياسيين، انه نحن البلد عم بيروح على الانهيار وبعدهم لليوم عم يتقاتلوا على الوزير الفلاني وعلى الوزير العلتاني وعلى المحاصصه بيناتهم. الشعب مطلوب منه ومسؤوليته انه يحاسب السياسيين. نعم. ويدعم الثوره لحتى تحقق، بس الثوره عم بتراكم لحتى تحقق. نعم. وما خلقت ب 17 تشرين 2019، الثوره عمل تراكم مبلش من 2011 وقبل ذلك بشوي وعم نراكم بهذا الأمر. على امل انه اللي عم تحكيه يصير حقيقه ونشوفه على الارض، على امل انه يصير في وفاق بهالبلد بين كل الجهات وتصير كلنا ثوره، كل المشاركين يكونوا ثورة، حتى اللي كانوا ضمن هالمنظومة السياسية اللي نحن عم نقول كانوا مشاركين فيها أنه يصيروا ضمن الثوار الحقيقيين يلي عم يدعوا للبنان أفضل. على أمل. أنا يعني بدنا الأمل وبدنا النتيجة، ما بدنا نحكي وما بدنا نحط عصب الدوليب مثل ما بيقولوا. إن شاء الله مؤتمرنا يشكل منصة وخطوة إلى الأمام لبناء هذه الأرضية والرؤية 17 تشرينية للإنقاذ. هو يوم واحد، يوم واحد كل النهار. نهار الأحد على بكرة من 9 صباحا إلى 6 مساء. في كمان منصة رح بتكون عن الأموال المودعين يلي انسرقت طبعا بطريقة هستيرية وبطريقة ملعونة. بكرة زملائنا بحملة الدفاع. نعم. عن المودعين كمان عندهم كلمة في هذا. نعم. الوضع يستعرضون فيها الإجراءات اللي عم ياخدوها والمتابعة. مشكور شريف سيد. شكرا لكم. بالتوفيق لكل المؤتمر، وبتمنى أنه الكل اللي عم يشاركوا نقدر نحصل على نتائج ومتابعة على التوصيات إذا ممكن، هذا اللي ناطرينه منكم. الله رب. شكرا، شكرا جزيلا. خلينا ناخد مش غلط وساندرا فواز.
مرحبا. في كتير ناس مع قدوم فصل الخريف والشتاء بحسوا بمشاعر غريبة وحزينة، بس بيعتقدوا انه ما في شيء اسمه الاكتئاب الشتوي. هيدي المعلومة غلط، فهيدي الحالة موجودة وبتصيب عدد لا بأس فيه من الأشخاص، وهيدي الحالة أيضا معروفة بالاضطراب العاطفي الموسمي. من أسباب هيدي الحالة هي المواد الكيميائية بالدماغ والعوامل الوراثية. فالمشترك بين الأشخاص اللي بيعانوا من هيدي الحالة هو حساسية الضوء، وبيكونوا من محبي ضوء الشمس، ومثل ما بنعرف أنه بفصل الشتاء ظهور الشمس قليل جدا. ومن أعراض الاكتئاب الشتوي الشعور بالاكتئاب معظم أوقات اليوم، فقدان الاهتمام بالأنشطة اللي كان يمارسها المصاب قبل ما يبدأ فصل الشتاء، والشعور بالخمول ومواجهة مشاكل بالنوم أو كثرة النوم اللي بتترافق مع الاكتئاب، تغير الشهية بزيادتها أو فقدانها، وبالتالي زيادة الوزن أو فقدانه بشكل كبير، ومواجهة صعوبة بالتركيز بأي عمل والشعور باليأس. ومن هون منقول مش غلط تعبروا عن المشاعر اللي بتحسوها بفصل الشتاء لتتمكنوا من تخطيها، وخاصة انه هيدي الحالة لها علاج بتمثل بالحركة المستمرة للمصاب وممارسة الرياضة والاعتياد على نظام روتيني للنوم بيلتزم فيه المصاب ومشاهدة الافلام الكوميدية وشرب الكاكاو اللي بيعطي الانسان الشعور بالسعادة، وعدم القيام باعمال كتيرة وصعبة، والتعرض للعلاج بالضوء بحال كان من الصعب تعرض لأشعة الشمس، واخيرا ما لازم تترددوا بزيارة الأخصائيين بحال استمرت الحالة لوقت طويل. إذن منكمل نحن وياكم صباح اليوم. شكرا لك ساندرا. مع محمد كلش ضيفي رح نحكي عن مؤسسة ديزاينرز اي دي والابليكيشنز للأفراد والمؤسسات، كيف فيكم تستفيدوا منها وتعملوا سمول بزنسز لألكم بهالأيام هيدي مع التباعد الاجتماعي نحن بحاجة لها. We know you. You might be an entrepreneur, a business, an individual. But there's one constant that applies to everything on this earth. You are a story. And stories, well, they want to be told. We don't book clients, we build relationships. We don't build websites, we create masterpieces. Whether you want a website, promotional advertisement, marketing campaign, or just want the world to hear your story, we are the people who understand you. We are the extension to your team. We are Designers ID. Making you visible. إذن محمد أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعطيك العافية. دائما مش عملون إحنا الشباب اللبناني دائما منفتخر فيه، وأنت من الشباب اللبناني الناشط على السوشيال ميديا وبمجال البزنس، يعني الابليكيشن. بس نحكي ابليكيشن، يعني إحنا منشوف شيء هالقد كارو صغير ولكن في وراء عالم كتير كبير. Exactly. يعني مين في يكون يتعامل مع الابليكيشن؟ هل فقط المؤسسات؟ هل فقط يعني الايكونز تبع السوشيال ميديا الكبار، ولا فيها تروح من لكل الاشخاص؟ لا، الموبايل ابلكيشنز بالنسبه للموبايل ابلكيشنز في لكل الاشخاص، في ان كان انديفيديوال او شركات او مؤسسات كبيره. نعم. يعني ما منا متحوطه بس بالانديفيديوالز او بس بالببليك فيجرز او بس بالشركات، فيها لكل الكاتيجوريز فينا. نعم. ان كان انديفيديوال او ان كان شركات. طيب على اي صعيد؟ بس ما نحكي انه لشركات او لافراد، يعني اذا كان لشركات. نعم. الموبايل ابلكيشن يعني في ان كان عندك اي بزنس فينا نعمل موبايل ابلكيشن. الموبايل ابلكيشن هو اي ابلكيشن، تطبيق هاتفي، يعني بتنزله يا اما على الاي او اس على الاب ستور او على الجوجل بلاي. نعم. في فور اكزامبل مثلا ريستورانت، مطعم، يعمل موبايل ابلكيشن ويتلقى عليه طلبات، كيف مثلا زوماتو. نعم. بيقدر انت تعمل اوردر عليه، او مثلا موبايل ابلكيشن سوشيال نتوركينج مثل انستغرام. انت في اي حدا عنده ايديا او عنده بادجت معين يعمل سوشيال نتوركينج ابلكيشن مثل انستغرام، او مثلا انترتينمنت ابلكيشن مثل مثلا نتفليكس، هي انترتينمنت ابلكيشن. او فور اكزامبل مثلا اذا انت عندك مثلا ستور وبدك كمان تبيع اونلاين، فيك تعمل اي كوميرس ستور من الابلكيشن. حتى يعني حتى التلفزيون صار عندها، يعني احنا مثلا الجديد في ابلكيشن ابلكيشن اخباريه بلوج. نعم.
انت بتنشر عليها النيوز بيصير ينزل نوتيفيكيشن من فوق. اي حدا بيقدر كمان يعمل نفس الطريقه، ان كان مثلا عنده ابلكيشن ليبيع البرودكتس مثل الابلكيشن نون، بيقدر مثلا اذا نزلوا برودكت جديد يبعثوا بوش نوتيفيكيشن، بيصير اللي منزل الابلكيشن عنده بيشوف البرودكت اللي قدامه. نعم، في طبعا يعني عده طرق الواحد لانه يعمل سمول بزنس او بزنس كبير حتى يعني، ويحقق ارباح كثير كبيره من خلال الابلكيشنز بايامنا هيدي، مع يعني الظروف مثل ما قلنا اللي عم نعيشها بالتباعد الاجتماعي، ظروف الكورونا والحاله الاقتصاديه والثورات الى اخره. فيها تكون ديركت مع الكلاينتس، فيها تكون شو بيقولوا دروب شيبينج، يعني هو تروح حدا يعني بيتصلوا فيك وانت بتحولهم على السيرفيس اللي هن عم بيطلبوه. صح، خلينا نقول الفرق بين هالتين ابلكيشنز. اوكي، فيك انت اذا ما عندك بادجت عاليه، اذا ما عندك راس مال عالي، فيك تعمل شيء، عمل تجو شيء اسمه دروب شيبينج او دروب سيرفيسينج. دروب شيبينج او دروب سيرفيسينج كيف المصلح اللي بيصلح عند مصلح. اوكي، يعني انت مثلا اوكي فور اكزامبل الابلكيشن تاعت اوبر، هن ما عندهم ما اشتروا السيارات ولا وظفوا العالم ولا هذا، هن شافوا التاكسي اوكي قالوا له تعال تشتغل عنا، وبس يجي الاوردر نحن بنحول لك اياه وبناخذ كوميشن من الاوردر او نسبه من الاوردر. صحيح، فنفس الشيء انت فيك تعمل باي سيرفيس، هي اي ان كانت اي سيرفيس او ان كانت اذا بدك تبيع برودكتس انت. فيك تجيب البرودكتس من امازون او من علي اكسبرس او من اي بلاتفورم كبيره عندها برودكتس، تنزل صور البرودكتس بدون ما تشحن اي شيء، تنزل صور البرودكتس وتنزل الاسعار وتغلي شوي بالاسعار. اوكي، بنعملها مثلا فور اكزامبل على التكنولوجي سكشن، بس حدا يطلب من عندك انت مثلا اوكي بتاخذ نفس الادرس تبع الزبون اللي طلب من عندك ونفس المعلومات، وبتعمل الاوردر هو ذاته على الويب سايت تبعهم اللي ان كان امازون او علي اكسبرس. فانت انا بيستلمها ثرو مي للكلاينت؟ لا مش ثرو يو، ثرو امازون او ثرو هني. بس انا هون وين ربحي؟ ما انت ربحك انت من بعد ما جبت البرودكت من عندهم مثلا. انت اشتريته ب 10 دولار حطيته عندك على الويب سايت ب 13 دولار. لانه انت ويب سايتك متخصص بس بالتكنولوجي ايتمز اوكي، فانت ب 3 دولار صار في عندك ربح بهذا البرودكت. طب الكلاينت ليه بده يجي لعندي اذا انا اغلى؟ بيروح دايركت على السيرفيس يلي هو موجود مثلا. 100% جود كويستشن. الكلاينت بيجي لعندك اوكي لانه انت صار ويب سايت متخصص بسكشن معينه، بينما امازون متخصص بكل السكشنز. انت بس تكون الويب سايت متخصص بوان سكشن بيصير الماركتينج تبعه قوي، انت فيك تركز على نيش ويب سايت او نيش ابلكيشن. انت صار مركز على وان كاتيجوري، بتعمل له ماركتينج على وان كاتيجوري، بتصير شيء فظيع يعني. طب انا ما في من خلال هالابلكيشن يصير في اتفاق بين مثلا امازون، اذا عم تحكي عن امازون وهالشركه الصغيره او الابلكيشن يلي عم تنعمل اللي هي دروب شيبينج، انه يكون في سبيشال برايسز سبيشال؟ بلا، فيك تعمل انت في شيء اسمه دروب شيبينج بروجرام. اوكي، بيعطوك ديسكاونتد برايسز لانت تصير يا برايسز قدهم يا قريب منهم. فهني بياخذوا ذس انتو كونسيدريشن. شو بيتكلف الشخص يلي بده يعمل هالابلكيشن؟ هل بيدفع بس حق الابلكيشن ولا في عنده بعدين تاكسز قصص؟ لا، الابلكيشن ان جنرال هي وان تايم في بيدفعها مره واحده وبتضل عنده لايف تايم. يعني انت تخيل عم تعمل انفستمنت، عم تعمل بزنس وان تايم، تدفع مره واحده تكلفه واحده على موبايل ابلكيشن وبتضل عنده على طول. ما بدها ابديت، ما بدها متابعه بعدين اكيد سيرفيسز. نحن فينا نتابع له، فينا نعمل مينتيننس اذا هو يرجع عاز فيوتشر ديفلوبمنت، اذا عاز يطور الموبايل التطبيق الهاتف تبعه. ففينا نحن نطور اياه، بده يغير الباك جراوند، بده يغير هالقصص، يعني هو بيشتغلوا معه بهالطريقه. 100% نحن كمان فينا نغير الباك جراوند، فينا نغير اي شيء بالموبايل ابلكيشن، everything is doable. محمد، انتم مش بس من ضمن هودي الابلكيشنز كمان تشتغلوا ويب سايتس لبابليك فيجرز، لاشخاص على سايت فردي ولا شركات كمان. الويب سايت هو عباره عن شو؟ خبرنا حتى نقول الفرق يعني بين الاثنين. الويب سايت اللي هو الموقع الالكتروني، يعني انت بتفوت من السفاري اوكي او من جوجل، بتكتب www. بتكتب اسم الويب سايت، بتحط .com، بتفوت انت على الويب سايت. بينما الموبايل ابلكيشن بتنزلها تطبيق الهاتف، هي الايكون اوكي، بتنزلها يا اما من جوجل بلاي يا اما من اب ستور. الفرق بين هيدي وهيدي انه هيدي بتضل على طول عنده على السكرين، وفيك تبعث له بوش نوتيفيكيشنز، فيك تبعث له رساله تنزل من التليفون، كلنا بنعرفها اوكي. بينما الويب سايت كل مره بده يعمل www يفوت على الويب سايت. يعني الابديت فيك ترسلهم لهون، تحديثات فيك دغري ترسلهم لعند العالم، نزلت برودكت جديد، عندك سيل، اي شيء فيك تبعته لهون.
طب اذا بدنا نقول للناس يعني شويه ردات فعل مع ناس اشتغلوا معك خلال هالفتره، بما انه في كان كثير كونفاينمنت وحجز بالبيوت وكذا والعالم قاعده ببيوتها، شو صار معك هيك ابلكيشن سمول بزنسز نجحت وكان عرفت رجعت ردت الفعل بعدين او النتيجه من بعد الابلكيشن؟ اوكي نحن هلا باخر فتره صار اكثر شيء يجينا موبايل ابلكيشنز انه يبيعوا اونلاين عليها اي كوميرس ابلكيشن، لانه كل البلد سكر فكتير البزنسز تأثروا يعني من وراء الكورونا يعني كوفيد 19. فصار العالم تفتش على سوليوشن انه تعرض البرودكت تبعها بس بنفس الوقت ما ينزلوا على الشورومز العالم. فمن خلال هذه الشغله صار بيقدر العالم عم يعملوا بيرشيز على الابلكيشن وبيدفعوا كريدت بالكريدت كارد اوكي بالفيزا كارد وبيصل الاوردر اللي عندهم دغري على بيتهم بدون اي شيء. بالكريدت بس بعده بلبنان فينا نستعمل الديبت والكريدت؟ هلا بلبنان في شوي ليميت ما عاد خلونا نستعملهم ما بعرف ليه. موبايل ابلكيشن ما تنسى انه بتضلها بروموت يو 24/7 بتضلها 24 على 24 بينما شوروم اوكي مثلا فتحت ما بعرف ليه من التسعة او للستة. هيدا بحط كلام بقول ما بعرف ليه بس هي بعرف ليه اكيد بعرف ليه. ايه سوري. فاذا في كثير اشخاص لجأوا لعندك لشركه ديزاينرز لانه يقوموا بهيك باخر سمول بزنس باخر فتره. اكيد في عالم لجأوا من وراء الكورونا او من وراء الكوفيد. حتى بلبنان في كثير شباب لبناني عم بيحكيني اوكي بيقول لي انه احنا بدنا نطلع بفكره او هيدا. في كثير افكار حلوه عم تجيني بهالوقت. محمد بيتواصلوا معك وين اللي بيحب هلا عنده فكره براسه وبتطورها انت بتساعده كيف ممكن يطورها اكثر واكثر من ضمن الابلكيشن؟ اذا عنده فكره يبيع شغله انت بتحط له كذا بوينت انه يبيع اكثر يبيع بشكل اسهل؟ اكيد هلا بس يتواصل معي حدا اوكي بنشوف نحن شو الايديا اوكي. نحن مش بس بنشوف الايديا وبنطبق له اياها، بنقول له انه انت بهالايديا فيك تعمل بهالسكشن فيك تطور هيك بهالسكشن هيدا مش مزبوط تعمل هيك بهالسكشن مطلوب تعملها 1 2 3 اوكي. وبنعطي البوسيبيليتيز بنقعد ندرسها نحن وياه ان كان ثرو زوم ميتينجز او اكتوال ميتينج او ان كان على فيديو كول يعني وي ميك ثينجز ايزي اوكي. وبنرجع من بعدها بنشوف شو اللي اتفقنا عليه وبنبلش بالبلانينج والبرين ستورمينج وبنرجع بنبلش كل شيء. قد ايه بدك وقت لتعمل ابلكيشن؟ كل ابلكيشن بتختلف لانه فينا نحن كمان نعمل موبايل ابلكيشن يلي هي جيم. فينا نعمل لك جيم نحن مثل اي جيم مشهوره انت عندك على التليفون. فجيمز مثلا بياخذوا كثير وقت. موبايل ابلكيشنز لريستورنتس فور اكزامبل بياخذوا اراوند 15 دايز تطلب هيدا. موبايل ابلكيشن لاي كوميرس ستور اراوند 15 دايز كمان حسب كل ابلكيشن وقد ايه فيها شغل. تلعب جيمز؟ شوي مش كثير ما عندك وقت لانه بتكون عم 100% جريت. طيب بيتواصلوا معك فاذا كمان في الويب سايت اللي عم نشوفها هلا قدامنا على الانستغرام او نمر التليفون ارقام التليفونات بيقدروا يحجزوا مطرحهم ويقدروا في يتواصلوا معنا على الواتساب كمان في يوصلوا على الواتساب. هل بتشتغل ايضا مع بابليك فيجرز بتشتغل مع افراد مع شركات مع كل الشركات مع كل انديفيدجوالز؟ بابليك فيجرز اقل شوي لانه بابليك فيجرز ما بيكون يعني عنده نشغل معهم اكثر شيء ماركتينج على الانستغرام. نحن كمان بنشغل سوشيال ميديا ماركتينج لانه هن بيركزوا اكثر شيء على الانفلونسرز مثلا. على انستغرام نعمل ماركتينج كذا يعني افتح بزنس ديفلوبمنت انتو ابلكيشنز ومواقع الكترونيه وتطبيق هواتف. ثانك يو لك محمد. ميرسي لك. نحن وياكم خلينا ناخذ بريك. بتكون بريك ولا بتكون روح لمطرح ثاني ومن بعدها بنعود للمتابعه. طبعا في زينة زغزي رح تكون من الارض. صارت جاهزه زينة؟ صارت جاهزه. محمد خليك معنا ثانيه. زينة صباح الخير، اشتقنا لك اليوم طولنا لنروح لعندك. طبعا انت موجوده على الارض مع قصه جديدة، وين أنت بالتحديد وعن شو رح نحكي اليوم؟ صباح الخير جوزيف، أنا كمان اشتقت لكم. أول شيء جوزيف للأسف أنه اليوم الحالات الإنسانية كتير عم بتكون موجودة بكثرة. الحالة الاقتصادية الموجود فيها الشعب اللبناني يعني ما عم يسمح له أنه يقدر يكون موجود بالظروف اللي كان موجود فيها قبل، فعم يضطر أحيانا كتير أنه يروح على محلات يمكن هو ما كان قبل يكون موجود فيها، يقوم بأعمال هو ما كان قبل يشتغلها،
أنا موجودة بسن الفيل، عند عائلة مؤلفة من 3 أشخاص، ستيفانية وزوجها وبنتهم ماريتا. هيدي العائلة للأسف كانت عايشة ببيت طبيعي، كانت ستيفانية تشتغل وزوجها كمان، وعندهم بنتهم ماريتا اللي كمان عندها وضع خاص هلأ منعرف عنه. اليوم اضطروا أنه ينقلوا من بيتهم ليعيشوا بأوضة مثل عم نشوفها هون، اللي هي أوضة ناطور ببناية. بقى رح أعرف هيك كل القصة أنا وستيفانية ونخبركم كل تفاصيلها. ستيفانية بونجور، يعطيك العافية. ستيفاني خبريني أول شيء، كنت عم بحكي أنا وياك أنه قدي اليوم الوضع صعب، قدي أنت صعب عليك أنه تكوني سيدة، كنت عم تشتغلي، كنت عايشة وضع طبيعي، ستر حالك أنت وعائلتك وبنتك. اليوم اضطريت أنه تتركي شغلك يعني وزوجك كمان، يعني تنطردوا من شغلكم إذا صح التعبير أكثر، وتلاقوا حالكم عم بتبرموا على أوضة بس كرمال تحموا راسكم وتحموا بنتكم. خبريني كيف بلشت؟ من سنة ونص تقريبا وقفوني عن الشغل، قبل بجمعة من آخر الشهر كوني ما في ضمان ما في شيء، وقفوني قالوا لي إنه هيدا آخر جمعة نحن بدنا نسكر. هوني كانت الشغلة كتير، قلت له إنه بس يطول بال علي، إنه بعد شهر بس إنه تارك لي وضعي علي دفعات أدفع. قال لي لا ما بقى فيني. هون كنت حاطة البنت بمركز خصوصي لإلها كونها هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، شلتها من المركز دغري آخر الشهر يعني، وقعدنا بالبيت وبلشت أحوالنا تتراجع لورا لأنه بهالأيام إيد لحالة ما فيها تزائف. ما في شهرين زمان ببلش جوزة نص دوام، كانت هون بلشت الثورة وبلش الوضع الاقتصادي يتراجع لورا كمان، صار يتراجع وضعنا زيادة زيادة لورا، صرنا ننكسر على أجار بيت، صرنا أبسط الأمور ما نقدر نأمنها. حتى وصلت معنا بالآخر أنه شغل ما عم نلاقي، جربنا نأمن قد ما فينا وننبش على شغل كان أنا وإن كان جوزي، ما نقدر نأمن. بشهر واحد وقفوا جوزي عن الشغل، وقفوا نهائيا يعني، قعد بالبيت، صرنا أنا وياه قاعدين بالبيت وما فينا نضل على هالحالة يعني، اتنيناتنا قاعدين بالبيت والبنت بيناتنا، وأبسط أبسط أبسط الأمور ما نقدر نأمنها. فبلشنا ننبش على أوضة ناطور طبعا، ضلنا يتراكم علينا الأجار ونقدر نأمن سقف بس فوق راسنا نحمي راسنا فيه. ستيفاني كتير بحب بهمني أحكي أنا هيك عن تفاصيل، كنت عم تقولي لأنه كنت عم تبر مع أوض ناطور، وكنت كل ما تبر متلاقي بس أوضة ومطبخ جواتها وما في أوضة نوم، وأنت كان بدك أنه تكون الأوضة بس أوضتين. يعني بدي أحكي للعالم قدي هالمراحل صعبة لأشخاص لبنانيين كانوا عايشين بظروف اجتماعية ومادية عادية، كيف اضطروا أنه يعملوا كل هالقلبة بحياتهم. كتير صعبة كونك معودة على نمط حياة منه هالرفاهية، بس أنه قادرة تكملي شهرك لآخره، قادرة تأمني اللي بدك إياه، توصلي لوقت ما إنك قادرة تأمني شيء. عم بتنبش على أوضة ناطور، نروح ندق نحن على البنايات نسألهم إذا بحاجة لناطور، ونحن عائلة لبنانية، بس ما في عالم تستجيب معنا يعني، ويا منهم يقولون عنا أجنبي، يا منهم يقولون لا نحن ما بدنا ناطور. طب الآخر الله وفقنا يعني بمحل ما هلأ ساكنين. هون شو على شو يعني بيقتصر عملك ستيفاني انت وزوجي؟ عملي هون لازمين شخص منا يضل، اللي هي انا بدل ملز بالك مره بالنهار يعني من بعد الظهر، شطف دراج، سقي زريعه، تكنيس برا، يضل المدخل نظيف، هيدا هو. بس ما في معاش، ما في مدخول يعني، هيدا الشيء كله مقابل بس انه تكونوا عاطينك هيدا الاوضه بس، ابدا ما في مدخول ولا في معاش شهري. اي مزبوط، ما في مدخول ابدا، مأمنين للبيت مع كهرباء وموتور ومي. طب ستيفاني كيف عم تعيشوا اليوم؟ يعني هيدا السؤال بيترحله، لا انت عم تشتغلي ولا زوجك عم يشتغل، ولا في اي اذا بدك يعني معاش ثابت عم بتكونوا عم تحصلوا عليه، وانتم موجودين هون كمان بهيدي الاوضه، يمكن الحمد لله انه تأمنتوا سقف، بس بالنهايه ما في اشخاص هون عم حتى عم بيساعدوكم ماديا. يعني انا هيدي الشغله كنت عم بحكي معك انه عم اقول انه اللبنانيه اليوم تعبانين لدرجه انه حتى النخوه اللي كانوا يساعدوا بعضهم فيها قبل مش موجوده، وما ليمو لأنه الحالة الاقتصادية صعبة على الكل، ولا حتى عم يقدروا يقدموا لكم مساعدات هون ولو بسيطة يعني. مزبوط معك حق.
هي لقمة الطبخ عم تبعت لي إياها أمي أو حدا من إخواته لجوزي، ها هي اللي عم يقدروا يأمنوا لها، أو أمي بتعطيني، أمي بعدها بتشتغل لأنه بتعطيني 20,000 من هون تقدر جيب الأشياء النسيسار اللي بحاجة لها، هيك عم نقدر نكفي يومنا كل نهار بنهار. طيب ستيفاني خبريني شوي عن ماريتا، بعرف أنه ماريتا عندها وضع خاص وعندها حالة خاصة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي اليوم موجودة معك هون بالوقت اللي مش مفروض تكون موجودة هون لأنه لازم يصير في متابعة يعني لحالتها الصحية. خبريني شوي عن حالتها ولشو هي بحاجة. ماريتا تريزامي فانتقام بحاجة لمتابعة من نطق لحس وحركة، كنت حطتها بمركز خصوصي وهنيك عم بيتابعوها من كل هالاشياء. بس شغله اللي صارت انه انا وقتها كنت اشتغل كنت شيل مبلغ اللي هو 500,000 ادفعلهم اياهم هنيك بالشهر، كان ماشي حاله وفي تقدم وكل شيء كان منيح لوقتها ما وقفت عن الشغل وهي صارت معي بالبيت. يعني بقعده البيت رح يصير في كتير تراجع لورا، وهلا من فتره لانه هي باكتوبر فتحت هيدا الشهر، كنت عم ثابت عم بسألها انه فتحتي ومبروك وهيك، قالت لي ايه فتحت بديك تسجلي البنت، قلت لها هلا انه نحن بلا شغل، قام بتقلي انه بالمركز صارت تسجيل 1,800,000 بالشهر. يعني طلعت هيك قلت وقتها كنت اشتغل 500,000 كنت على قد خلص الشهر، هلا انه ما عم بشتغل ومليون و800 الف اكيد ما فيني احطها، اكيد ما فيني اسجلها. يعني للأسف هيدي هي حالة العيال اللبنانية، مثلنا مثلون عايشين بلبنان معنا، يمكن ما في أشخاص بقى حتى مثل ما ذكرت وقلت أنه عم تقدر تساعد بعضها لأنه الحالة الاقتصادية اليوم صارت بتشمل الكل. كنا قبل نلاقي أنه في عدة طبقات اجتماعية، طبقة الوسطى تساعد الطبقة الفقيرة، اليوم للأسف صار معظم الشعب اللبناني عم بيعيش يعني دون المستوى الطبيعي دون المستوى العادي، هولي أشخاص ما عم يطلبوا لا الرفاهية ولا الحياة الـ يعني المثالية، عم يطلبوا أقل حقوقهم. بزعل بس شوف عيال لبنانية عايشة هالأوضاع، وبتمنى من كل الأشخاص اللي ممكن تساعد ستيفاني وزوجها وبنتهم ماريتا إنه لو ب يعني مبالغ مالية صغيرة ما يقصروا. جوزيف أنا بدي أتشكرك زينة، يعطيك ألف عافية على كل الصور يلي عم تنقلي لنا إياها والقصص يلي لازم توصل. وأنا بدي نوه على شغلة إنه كتير من الحالات يلي حضرتك عرضتيها وصلني أنا شخصيا على السوشيال ميديا وقدرت أحول من خلالك التواصل بين الحالات يلي عم تستضيفيها بفقرتك من الأرض والأشخاص اللي حابين يساعدوا ويقدموا. طبعا كل يلي بحب يساعد أي حالة أو أي شخص عم يشوفه من الأرض مع زينة فيه يتواصل معنا، طبعا نحن رح نخليه يوصل مباشرة لها الشخص اللي بحاجة للمساعدة. زينة منشوفك إن الله راد بحلقة جديدة، شكرا لك. Thank you. مكملين نحن وياكم وضيفتي بختام صباح اليوم رح بتكون الإعلامية والفنانة كريستينا صوايا، مهما عملوا يا بيروت وأغنية جديدة بطريقة جديدة لبيروت، كريستينا وروميو أبو أنطون.
طبعا تحية لك كريستينا، صباح الخير، وتحية للفنان كمان روميو أبو أنطون يلي كنا حابين يكون معنا بس لضيق الوقت ما قدرنا يعني يكون موجودين، بس كريستينا راح تكفي وتوفي طبعا تحكي لنا على هالعمل يلي هديتوه لبيروت بطريقة جديدة. مع مين تعاملتوا كريستينا؟ الأغنية لمين؟ كلمات وألحان وتصوير لفيديو الكليب؟ صباح الخير جوزيف، وأكيد صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. أنا مبسوطة كتير بوجودي معك اليوم، صديق عزيز وزميل عزيز. الله يخليك. شكرا كتير على الاستضافة. أكيد نحن اليوم مقدمين عمل جديد ومميز، وإن شاء الله بيلاقي استحسان وأعجاب عند الناس. أنا وزميلي روميو أبو أنطون، أكيد هالعمل هو موجه لبيروت لحتى نعطي أمل، نعطي هيك عن جديد مثل ما بيقولوا، يعني نفحة محبة، نفحة حب، نفحة سلام، لأنه بتعرف أنه لبنان بشكل عام وبيروت بشكل خاص عبر السنوات، يعني مش بس هلأ من وراء انفجار المرفأ، صارت مقضية كتير وقاطعة بمصايب كتير، بس نحن شعب على طول بيضل عنده أمل. صحيح. أنه يرجع يوقف على أجره ويكمل طبعا. فهيدي الأغنية هي أغنية كلها أمل. صحيح في مطارح بكلامها، في شوية وجع، ولكن دايما ما بعد الوجع في أمل، ما بعد كل نكسة بيرجع واحد بيوقف وبيكمل طريقه وبيكمل حياته، لأن الحياة بدها تستمر. نعم. أكيد أنا بحب وجه تحية كتير كبيرة لكل فريق العمل اللي اشتغل معنا على هالأغنية، إن كان الشاعر ناجب وفخر الدين يلي أكيد عطانا كلام كتير حلو، حتى في مقطع نحن رجعنا عدلنا فيه أنا وروميو وطلع كمان بجنن، ملحن هو بحد ذاته روميو اللي غنى معي لحن أغنية لحنه كتير حلو. نعم. أكيد روميو ما شاء الله عليه صوت رائع جداً جداً، وعامر منصور اللي وزع هالأغنية كمان تحية لإله، لأنه اشتغل بطريقة كتير حلوة واشتغل من كل قلبه، واللي صورنا هالفيديو كليب الحلو اللي جربنا كمان ما نعطي الصورة المأساوية، بالعكس نعطي الصورة الحلوة والصورة اللي كلها أمل عن بيروت، يلي هو ماهر فليحان كمان بوجه له تحية كتير كبيرة، وأكيد كل اللي رافقونا بهالعمل في أسامي كتير ما بدي أنسى حدا، كلهم بوجه لهم تحية فرداً فرداً. نعم. وإن شاء الله أنه يا رب بتكون هالأغنية برجع بقول لك أمل وسلام للكل، وبتلاقي استحسان وأعجاب عند الناس. أكيد يعني بظل هالظروف اللي عشناها كتير من الفنانين والفنانات فكروا ببيروت بطريقتهم الخاصة وقدموا شيء لبيروت. هلأ اللي بيميز الكليب عندكم مثل ما قلتي الصورة ما كانت مأساوية عن بيروت، حاولتوا تحطوا الأمل والفرح لهالكليب ليوصلها بطريقة فرحة، نرجع نتذكر بيروت الحلوة، مع أنه نحن ما رح ننسى الصورة المأساوية اللي نحن عايشينها من بعد انفجار أربعة أب. ما حدا منا بيقدر ينسى جو، لأنه كلياتنا تأثرنا بهذا الشيء، وكلنا عنا أشخاص خسرناهم أو أشخاص تأذوا، أو أشخاص إذا ما تأذت جسدياً تأذت ببيوتها بأملاكها بأشغالها، يعني عن جد مصيبة كانت كتير كبيرة علينا. نعم. كلياتنا، مش على شخص وشخصين، على لبنان كله. نعم. كريستينا شو بتقولي للشعب اللبناني بعد هالنكبة يلي عاشوها وبظل كل هالظروف القاهرة يلي عايشينه؟ طبعاً أكيد الشعب اللبناني أصلاً مش ناطر حدا يقول له شيء، لأنه هو شعب بطبيعته كله أمل وشعب فرح، يمكن بالأول بينتكس بيوجع بيبكي بينفقس بيدبرس، شو بدك كلمات صعبة ونيجاتيف وبشعة تنقال، بس شعب عن جد بيعرف يعيش، شعب عنده أمل، شعب بيرجع يوقف على أجره، شعب بس بده بوش صغيرة هي أنه حكامنا وأوضاعنا السياسية والاقتصادية تساعدنا لحتى نقدر نرجع نكمل، بس يعني بدنا حدا يجي نحط ثقتنا فيه وتكون هالثقة عن جد بمحلها، مش يرجع كمان نكون نحن حطينا ثقة ويرجع هو ما يكون على قد هالثقة، نرجع على نكبة جديدة على نكسة جديدة. يعني المشكلة اللي عم بتصير تكرار وتاريخ عم بيضل عيد ذاته عبر الأزمنة والعصور. يعني أنا بتمنى أنه نوصل شي نهار عن جد يكون في حدا قد وقدود. نعم. يعرف يوقف ويوقف هالبلد على أجره، وأنا أكيد أنه الشعب كله حيمشي مع هالشخص أو مع هالأشخاص إذا عرفوا أنه يوقفوا حتى شعبه، لأنه الشعب شو بده؟
شعب بده يكون مرتاح بوطنه مبسوط وصل له أقل شيء ليحس حاله عايش عيشة كريمة عيشة محترمة غير هيك ما بده. نعم. إذا الزعيم أخذ زيادة مصاري أو أخذ زيادة كوميسيون مش هم، إذا الشعب عايش مرتاح ومبسوط ووصل له أقل شيء بيستاهله من الأوانين من القصص المحترمة من القصص اللي هو بحاجة لها ليعيش عن جد بكرامة. أقل حقوقه يعني أقل حقوقه. لأنه بالنتيجة نحن بضلوا يقولوا لنا طب أنتوا الممثلين والفنانين والمغنيين والإعلاميين ما أنتوا صورة بلدكم شو بتقولوا لهالجيل الصاعد؟ نعم. هلا شو بعد بدنا نقله للجيل الصاعد؟ قلنا كثير وحكينا كثير وما تفلوا وبقوا وخلي عندكم امل، بس ما المشكله كل ما نقول هيدا الشيء بيرجع بيصير اشياء بتثبت انه هالامل عم بيطير شوي شوي من بين ايدينا، او هالحلم ان احنا حلمانينه بلبنان الحلو. نعم. لبنان الجميل، لبنان الكبير اللي هو من احلى دول بالعالم عم بيطير شوي شوي من بين ايدينا. نعم. هل انت فنانه ثائره مع الثائر الحقيقي اللي عم بيطالب ببلد سلام؟ أكيد. أكيد في حدا بالعالم ما بيحب أنه بلده يكون بلد سلام ويكون بلد مثل بالسلام لكل دول العالم؟ أكيد هيدا حلم. نعم. نحن عنا بلد جو، يعني مش ناطريني لأنا أحكي عن لبنان، كلكم تعرفوا شو لبنان، من أحلى دول بالعالم. ما في حدا بيجي لعنا غير ما بيقلنا واو شو هالبلد، قديه هو صغير بس قديه عن جد فعله كبير، قديه فيه اشياء حلوه من كل النواحي، ان كان من مناخه، ان كان من ضيافته، ان كان من شعبه الطيب، ان كان من القصص الحلوه اللي بتروح بتشوفها بهالبلد، الطبيعه وغير الطبيعه وغيرها، ان كان ال الكالتشرز يعني الحضارات اللي قطعت على لبنان، هيدا كلها موثقة ومرسخة بأرض لبنان، هيدا كله بيدل على أنه عن جد هالبلد عاش عز كتير وعاش عظمة كتير رغم صغر حجمه، بزيادة أنه سيد المسيح مباركه بعرس قانا الجليل وقت عمل أول عجيبة، يعني شوف قدي الأنبياء والكل الديسين طالعين من عنا من هيدا البلد، يعني قديش بلدنا مهم. بس نحن كشعب مفروض نحن نوقف، مفروض نحن نعرف نحافظ عليه، لأنه بالنتيجة في مطرح ما كمان حق علينا نحن، يعني ما في يحمل أنا الحق كله بس على مسؤولين أو سياسيين. وبتمنى أنه من هلأ وبالرايح نقدر نعرف نوقف إيد بإيد، لأنه نحن طوايف كتيرة نجتمع كلنا سوا على قلب واحد، على محبة، على بالنتيجة القوانين رح تطبق علينا كلياتنا نفس الشيء، وكلياتنا بدنا قوانين بتحفظ حقوقنا. فإذا بنوقف على قلب واحد وإيد واحدة أكيد بنقدر نوصل. بس إذا بدنا نضلنا عم نحارب بعض بالطائفية أو بالأحزاب أو بغيرها، فرق تصد، ما بحياتنا رح نقدر نجتمع على هدف واحد ونقدر نوصل وننجح. عملتي الأغنية بليز أنا هيدا نداءي يعني لكل اللبنانيين، خلينا نحط إيدنا بإيدين بعض وخلينا نكون قلب واحد. مثل ما هالأغنية اللي نحن هلأ عم نقدمها أنا وروميو، هالأغنية الوطنية اللي كلها أمل، خلينا عن جد نكون عنا هيدا الأمل الحلو. نعم. وإيد بإيد بنقدر نتقدم وننجح. طبعا كريستينا أنت حملتي عدة رسائل من وقت ما بلشت الطريق، من بداية مس لبنان بلبنان وقت أخذت اللقب، وقدرتي كمان توصلي الرسالة اللي بدك توصليها لسنتين ورا بعض. صح. وطبعا مس انترناشنال كمان حتى وصلتها عالميا. عالميا صحيح. وبعدك هلا حملتي معك الاغنيه الوطنيه، وان شاء الله عن قريب بنشوف اعمال جديده وحلوه لك، وبالتوفيق، لانه بعرف كمان اللي تاثر هو الفنان اللبناني والاعلام اللبناني وكل أكيد. شخص بلبنان حامل أكيد. معه اي مهنه تاثر بظل هالظروف اللي نحن عايشينه. اكيد تاثرنا بشكل مخيف يعني، بس ان شاء الله ان الله راد بضل في امل، وان شاء الله يعني من هلا لاخر السنه او عبواب بالسنه الجديده بيكون بلش يبين انفراجات، اذا في يقول يا رب. ان شاء الله يا رب يا رب. أنا بلشت اليوم برنامجي بيا رب مع كثير من الطلبات اللي دايما يمكن نتذكره، بس نحتاج له، لازم كل يوم نتذكره ونتشكره على كل النعم أكيد اللي عايشينها. مين غيره؟ مين قلنا غيره أصلا؟ نصلي، هي أهم وسيلة لنحصل على اللي بدنا إياه. شكرا كريستينا، إن شاء الله بنشوفك بلقاءات تانية قريبة وأطول، وسلمينا على روميو كمان، يعطيكم ألف عافية، جود لك. شكرا كثير لك، ميرسي جوزيف. ثانك يو. لكل المشاهدين احنا وياكم رح نروح عند الزميلة كاترين موجز الأخبار ونكمل طبعا بقية الفترة الصباحية، خليكم معنا ما تروحوا لمطرح عبر الجديد.